وهلأ نيرمين عم تحاول تعيش مع جوزها الجديد حياة طبيعية وهادية، بس المصايب ما عم تتركهم أبدا. شبك خلص فيق، مو معقولة ما شبعت نوم؟ حسان شربوك دواء ومانك عرفان. لما رحت على بيت غصون لقيتك نايم بتختة وكنت غفلان ومانك قدران تقوم. هي أمي، أمي أكيد حاولت تسممني نيرمين، أكيد حاولت تقتلني. حسان حسان وقف شوي، ما بدنا نبهدل حالنا قدام العالم من الصباح. أمي افتحي الباب ولا تضلي متخبية جوا، افتحي. شو وينها؟ خير؟ شو في حسان؟ انت بدك تقتليني. بلا حكي فاضي، انت جنيت وجاي عم تتهمني؟ مالي بهالدنيا غيرك معقول اقتل الوحيدي؟ وانا عرفان من عيشتي لانك امي. حسان امك ما دخلها، انت اجيت لهون برجليك وبعدين قلت لي انا كتير مشتاق لك، شو نسيت؟ كذب كذب، هذا عم يكذبوا. حسان انا طول الوقت كنت عم حاول وقفك ونبهتك ما بيصير تعمل هيك، انت متجوز بس انت ما رديت علي، واجيت مو شايف قدامك وعم تنادي غصون بدي اياها. شو كأنه نسيت اللي عملته؟ على فكره كتير كنت رومانسي، ولما اجت مرتك شافتني بين ايديك. انت شو اللي عم تقولي؟ لك شو رومانسي؟ عم تكذبوا بدكم تجننوني؟ انا ما عاد اتحمل اكثر من هيك، والله لموتك بيدي. حسان لا، حسان طول بالك، لأنه نيرمين هون عم تحاول تنكر. بنترك هالبنت، بنترك هالبنت، بكفي خلصنا. لما اجيت لهون كان نايم مو حاسس بشي بنوب، وانا شفت كل الادوية الوسخة اللي عطيته اياها. اترك هالبنت، حسان اتركها، حسان اتركها، حسان اتركها، لازم نخبر الشرطة بالموضوع. يلا حسان خليهم ياخذوا العقاب اللي بيستحقوا مشان يفهموا منيح كيف يكذبوا. خلصنا، مفكرين هون غابة؟ امشي حسان. حسان انا ما بروح ابدا لعند الشرطة نيرمين. لكن شو بدك تساوي؟ انسي شو اللي صار جوا قدامك. سمعتي شو قلت نيرمين؟ خلص انسي الشرطة. كيف انسى يعني؟ ما بقدر روحه، بس بكفي نيرمين، لا تزودي اكثر من هيك، بكفي نيرمين. وقف، شو بدك؟ ليش ما عم تقول لمرتك الحقيقة وإنك خايف تروح على الشرطة؟ اسمعي، هي آخر مرة بنبهك فيها، إذا تاني مرة بتعيدي هالحركات معي فلا تلومي غير حالك، مفهوم؟ أنت ما بتخوفني بنوب، أنت اللي لازم تخاف من هداك الزلمي يلي اسمه غسان. إذا بدك رح نفوته باللعبة تبعنا، شو رأيك؟ انت شو بدك مني؟ فهميني شو بدك. الله يلعن الامهات اللي مثلك. اليوم عم تلعني بس بكره بدك تشكرني كتير يا روحي. لك انا بكرهك من قلبي. الواحد فينا اذا ما تذكر شغله صغيره بيزعل كتير، فكيف غسان اللي نسيان سنة كاملة من عمره بعد الحادث اللي صار معه، وقد ما حاول يتذكر للأسف ما كان عم ينجح. وفجأة غسان قدر يتذكر شغلة صغيرة. ألو عمار، بدي اياك تساعدني ضروري. عمار مانو بالبيت، بعد ساعة بيجي، انا رفيقه. عفوا مين قلو بس يجي؟ لينا، انا لينا، لازم يجي لعندي فورا. واخيرا غسان بلش يتذكر شي من اللي كان عايشه. لينا، تذكرت عمار، عمار طبعا، عمار هذا هو،
الرقم المطلوب مغلق، يرجى ترك رسالة بعد سماع الصافرة. بس لحتى يوصل للحقيقة كان لازم يتذكر أكتر من هيك. أنا مشان غسان ما تركت شي مع بنته، طبعاً لما طلع لبرا نسي كل شي. حبيبتي كلي من الزيتون طيب، بس كتير حلو. أنا كرماله تحملت كنان، ممكن تتخيلي أنت؟ صب لك شاي هلأ؟ صبي إيه. ولا يلي صار بنيرمين؟ حسان كان بده يقتلني وكنت رحت فيها وما حدا سأل عني، مشان شو آه؟ وكرمال مين؟ فهميني كرمال شو؟ ياسمين، ياسمين حاجتك خلصنا، غسان 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 غسان، كل لقمة ويمينة من سيرته هلأ. بس مو كل هذا الشي صار فيني من وراء لغسان يا زينة؟ ماشي حبيبتي، وأنا أصلا هذا اللي عم أحكي معك، أنتي بسبب غسان ما ضل مصيبة وما إجت على راسك وأنتي لساتك راكدة وراه. لا تعملي بحالك هيك، حاجتك عملتي له قيمة، والله مو مستاهل كل القد. مشان الله لا تحكي معي هيك، مو ناقصتك. اي والله عم احكي هيك لاني مقهورة عليكي. مشان الله بدك توعديني هلأ، اذا هالزلمة ما صار مثل الكلب قدام بابك، واذا ما اعتذر منك وباس ايدك مليون مرة، ما عاد تلفي وشك وتطلعي بوشه ابدا. خلص تركيه بس فترة وعديني. لعمة شو هادية؟ ما صفي رجال غيره مثلا؟ انتي صبية وحلوة وبتجنن وذكية وشاطرة. انتي شايفتيني هيك؟ طبعا انتي هيك. وعديني يلا. وعد 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 وعد. إذا ما أجا وتسطح بالأراضي وتشحتف وبكي ما بدي إياه، خلصنا ومنتواجه بسيطة. إيه هيك ها من الأول ها. حياتي عندي فكرة بتاخد العقل. هلو، لا تقلي بدك تحط سيارة على الباب مشان توصل الزباين على بيتهم. هلأ هاي الفكرة كمان حلوة، بس خلينا نأجلها واسمعي شو رح قلك كتير منيح. طيب تفضل احكي لشوف. بدي جيب فرقة موسيقية. فرقة موسيقية؟ تفاجأتي ما؟ الفكرة انه العالم لما يجوا ياكلوا لازم كل الأجواء تلفت نظرهم يا روحي. صح شفتي؟ حبيبي طلع هون، في قائمة للشغلات اللي رح ندفعهم هالشهر، وانت مبين معك منيح ما هيك؟ طبعا يا حياتي، انا عم بعمل هيك مشان ندفع هالقائمة بسرعة وبسهولة، يعني ما بدي الناس تجي بس مشان تاكل، رح يجوا كمان مشان يسمعوا موسيقى. طيب قلي لشوف شو نمط الموسيقى اللي بدك تحطها للزباين. موسيقى جاز. جاز؟ اكيد انت عم تمزح ما هيك؟ لا انا كتير جدي، حتى فكرت وين بدنا نحط الفرقة. ركزي معي شوي، رح نشيل كل الطاولات من هون ونقعدهم. ما بصير، إذا نقصوا الطاولات رح يخف عدد الزباين والمردود. رفيف طاولتين ما رح يأثروا علينا، رح نجيب سكسفون وكلارينيت وترومبيت وهيك بنكون خلصنا من كل هالموضوع. ايه والطبل مو حلوة، بيعمل ضجة كبيرة. ايوه رح يعمل ضجة مزبوط، يعني وقت يجوا الناس مع أولادهم ليرتاحوا ياكلوا بيتزا، إذا صرعنا راسهم بالسكسفون ما له ضجة، بس الطبل زيادة. معك حق. حياتي بعرفك بتحبي الجاز، بقى من شو من دايقة شو؟ حبيبي أنا بحب موسيقى الجاز، بس مو هي هي مشكلتي، يعني الموضوع إنه الزباين اللي جايين لهون مو كلهم بيحبوا هالموسيقى وبيحبوا يسمعوها. وأنا فكرت بهالقصة كمان، صدقيني كل يلي بدهم يجوا لهون أكيد رح تعجبهم هاي الموسيقى. ماشي؟ وهلأ بدي أقول لك إنه أنا اتفقت مع الفرقة الموسيقية ومشي الحال، وبعد شوي رح يجوا ويشوفوا المطعم. بدون ما تسألني؟ إيه بدون ما أسألك، القرار الأخير هون هو لإلي مزبوط؟ نحن من قبل متفقين على هالقصة، أنا هون وأنتي بالبيت. مزبوط. أنا رايح على العيادة، المريض عم يستنى. حسان كيف قدران تروح على شغلك بعد اللي صار اليوم؟ شو بدك يعني أعمل يعني؟ خلينا نخبر الشرطة ومناخد بإيدنا تقرير من المشفى، بيعملوا لك فورا تحليل دم وبيبين معه الادويه اللي عطوك اياها هون. وبعدين شو؟ شو بدهم يقولوا علي؟ دكتور ضحكت عليه مرته وشربته ادويه غصبا عنه؟ ما بدي ينحكى هالحكي. ماشي فهمت شو قصدك من الموضوع. ما عم تفهمي شي يا نيرمين. لو فهمتي ما كنت تصرفتي معي هيك. انا كرامتي فوق كل شي نيرمين،
وما رح خلي حدا يعملني مسخرة. ماشي، فهمي هالنقطة. وأنا ما بدي روح الشرطة أبدا. بخاطرك. وأنا ما رح أسكت لهم على هالشغلة. حسان بيخاف وما بيعملها بنوب، مستحيل يروح على الشرطة. بس نرمين ما فينا نتوقع شو رح تساوي. برأيي ما بتسترجي تعمل شي. ما بدنا نجازف، نحن اللي لازم نوقف نرمين. بس كيف؟ مرت عمي، شوفي شو بدي ورجيكي. عجبوكي؟ قلت بجوز يفيدونا. برافو. وأنا برأيي هدول الصور لازم يفيدونا بأسرع وقت ممكن. طيب شو بدك تساوي؟ طولي بالي، رح ورجيكي. أمل خانوم حبيبتي، شو أخبارك؟ وأنا منيحة كمان. بدي أطلب منك طلب لو سمحتي. صباح الخير. أهلين. أهلين فيك. شو هاليوم هاد؟ بلكي عرفني. والله مصيبة. نحن بنعرف بعض؟ التقينا قبل؟ إيه، أنت إجيت على عيادتي وساويت سنك. لا تواخذني، في كتير شغلات ما عم بتذكرها أبدا. منيح اللي ما عرفني، ما عم يتذكر. صار معي حادث من فترة وضليت 6 شهور بغيبوبة. وذاكرتي؟ سمعت من الجيران بالموضوع وزعلت من كل قلبي. إذا محتاج شي أنا ساكن هون. أكيد، لأنه بلا سني يوجعني. مر لعندي على عيادة. أهلا وسهلا خالي صباح، تفضلي. هلا بتيجي ماما؟ ما تتأخر. لساته أبوكي لهلا عم يركض ليصالح أمك؟ يعني شوي، مو كتير. ليكون في حدا تاني بحياته؟ أنا والله ما بعرف شي. رح جيب لك كيك مع الشاي. تعي تعي، تركينا هلا من الكيك، مو وقته. احكي لي بسرعة لشوف، لا تضلي ساكتة. في حدا جديد بحياته لأمك ولا ما في؟ هذا اللي بدي أفهمه منك. بصراحة في واحد بحياتها، بس هو فات على السجن وطلع من فترة. ماما كتير زعلت عليه. يعني انت شو عم تقولي؟ والله ما كنت متوقعة. يعني صبية حلوة مثلها شو بدها بواحد مشكلجي؟ دخيلك يا ربي. قديش في دكاترة ومهندسين تقدموا لها بس ما عرفت قيمة حالها. خالتي. اهلين حبيبتي، قد ايه صبري ما شفتك. يا روحي انتي. والله جاي بدي اعمل شويه فحوصات بالمشفى. شو منروح سوا يا حلوه؟ طبعا منروح. عادي عادي. يا الله بنتي، ليش حاطه شاي على الناشف هيك؟ انا هيك علمتك تضيفي؟ بعدين حبيبتي هي خالتك مثل امك. قومي جيبي كيك. يلا قومي. تعي تعي، خليها خليها، خلص خليها تروح. شايفه هديك الشنتايه كلها معباية برك وفطاير؟ جديون. يا روحي انتي، دي مركدي جيبي الفطاير. يلا كيفو عم طمنيني؟ كيف بده يكون ماشي حاله؟ رفيقتي اجت لهون زيارة وبصراحة عجب البيت وبدها مثله. معها قرشين وما بدها تصرفون. ايه ولا يهمك، انتي اسأليها كيف بدها اياه يكون وانا بعدين بلاقي لها حسب طلبها. يسلموا ايديكي يا بنتي، حواليكي بيت صغير. طبعا منلاقي منلاقي، ولا يهمك. مرت عمي، شوفي مبارح حسان نسي قميصه عندي بالغرفة. غصون؟ حبيبتي مرحبا أمل. غصون؟ دخيلك بنتي أمل، خليها بيناتنا. ابني حسان ناوي يرجع لغصون لأنهم بيحبوا بعض. وكيف بدهم يرجعوا؟ ما هو ونيرمين تجوزوا. يعني هن صح مثل ما قلتي متجوزين، بس بتعرفي الرجال صعب كتير إنهم ينسوا مرتهم الأولى. قلتك؟ أنا قلت له ما بدنا نزعلها، والمرة ما لها ذنب أبداً. ابني ما عاد يتحمل فراقة، ونرمين ما عم ترضى تتركه بحاله.
مشان الله قولوا غير هالحكي. امبارح بالليل اجت لهون ولقطت غصون وأدني نايمين بالتخت. لا حشتك بقى، عم تحكي عن نرمين؟ بصراحة الحق على ابني، غلط غلطة وانفصل عنا، بس لساتهم لهلأ بيحبوا بعضهم. لا مو معقول، أنا مستحيل صدق هالشي. بنتي ورجيها الصور. شو هالحكي، أي صور هدول؟ عفوا منك أمل. ليكي. أوه لا، شو هاد شو هاد يا بنت، طلعتي مالك قليلة ها؟ قلت لبين ما نرجع لبعضنا خليني اتفرج عليهم وواسي حالي. معقول فيك تواسي حالك فيهم؟ بيواسوا. ايه والله يا اخي هيك اختفيت، انشغل بالي عليك كتير، وبعدين عرفت واتصلت بالمشفى، بس قالوا لي انك عم تصحى. قل لي هلا كيف صحتك؟ منيحة منيحة احسن. والله انا بصراحة اتصلت فيك لانه بدي لاقي عمار ضروري. وين اختفى الزلمة؟ والله انا ما بعرف، بس انت بتعرفه لهالرجال قبطان، الله اعلم باي مينا بيكون هلا او باي بلد. هلا بهي معك حق، بس فينا نعرف، يعني اذا سالنا بالشركه اللي بيشتغل فيها اكيد عندهم معلومات. ايه مزبوط حكيك، انا عندي رقم الشركه اللي بيشتغل فيها عمار، شوف لك اياها. حلو كتير، لكان دق لهم فورا. مراد فوت. مرحبا. اهلين، طمني عنك. منيح وانت؟ وانا منيح. فوت فوت. ما بدي ازعجك. فوت عندي رفيقي وهلا بعرفكم على بعض. تعا مؤيد. شوف بدي اعرفك على مراد، حكيت لك عنه. اهلين مراد، كيفك؟ منيح وحضرتك؟ الحمد لله كتير منيح. غسان دبرت لك رقم تليفون عمار. دبرته؟ ايه مش الحال. ايه هاتو، صار عندك على الموبايل سجلته. كتير منيح ممتاز. انا خليني روح، بتعرف عندي شغل كتير. تمام، اذا صار شي مشان بيع السيارة بخبرك فورا، ماشي؟ اتفقنا؟ ايه لا تتأخر علي. ولا يهمك. يسلموا. شرفت فيك. تبع حالك منيح. ايه شكرا. اجيت. يلا اهلين، فوت بسرعة عرقانة وما بدي ابرد. يا روحي اهلا وسهلا فيك. عندي خبر لك بياخد العقل. شو رح تتزوج؟ بلا مسخرتك، هلا في رفيقي سافر لبرا بشغل مهم ورح يترك البلد ويروح، واحذري شو بده يترك لنا هون. قطته ولا كلبه؟ لا يا روحي، صالون التجميل تبعه. شو عم تقول؟ عم تمزح ما؟ ايه خلاص، احسن ما تلعبي بهاي الشغلات بالبيت، بقلب الصالون بتعملي اللي بدك اياه، وكمان فوقها بتكسبي مصاري. كيف؟ حلو كتير، بس اكيد ما رح يعطينا اياه ببلاش. زينة، انا معي شوية مصاري، والباقي اذا اخذناهم من لؤي دين بنقدر نفتح الصالون. عم تحكي من كل عقلك يا روحي، لؤي مستحيل يعطيني فرنك. يا ربي ليش تبعت لي بنات ما بيعرفوا يتصرفوا؟ مناخد قرض من البنك؟ مو دائما بيعملوا اعلانات وبيقولوا انهم بيعطوا قروض لربات البيوت؟ شو رأيك؟ يا بنت انتي عندك مخ تجاري فظيع. لكن بعجبك، بيقولوا ناس عندهم الزكاة وناس عندهم المصاري. اطلع فيني ساوي شي نشربه؟ نشرب. تشرب شاي؟ لا لا ما بدي اشرب شيء، يسلموا ايديك. بدك تبيع السيارة؟ اي والله. ليش؟ انت بتحب هالسيارة كتير وانا بحبها كمان. معك حق، علي شوية ديون بدي اخلص منهم. لمين؟ اي دين؟ جوزة القديم لياسمين، هذا كينان، بدي رجع له مصاريه، هو اللي وكلي المحامي. وانت مين اللي قالك هالحكي؟ هو اللي قال لي. ليش؟ لأنه أنا ما كنت حابب أحكي، بس بصراحة أنا اللي دفعت له للمحامي. أنت اللي دفعت؟ إيه أنا.
خالي رفيف، هلا اذا طلبنا منهم موسيقى بيعزفوا لنا اياها؟ كرام، برايك هلا وقته لهذا المسح السئيل؟ ايه شو فيها؟ شو بدك يعني اكتب لك طلباتك واعطيهم اياها؟ برافو. سيد يعقوب، معلش اطلب منك شغله؟ طبعا عمر بيك امور. انا بدي اطلب غنيه واكيد بتعرفوها، اسمها It's Time، بطير العقل، لو سمحت بدي اسمعها. يلا سمعونا. حبيبي عمر. عمر شش، دقيقة دقيقة عمر، ممكن احكي معك كلمة؟ حبيبتي عم اسمع موسيقى هلا. عمر معلش نحكي دقيقة. عفوا لحظة بس. لحظة يا روحي، انت شو عم تعملي؟ ليش ما عم تخليني اسمع الموسيقى اللي بحبها انا؟ يا عمري منتبه انت شو عم تقول؟ الموسيقى اللي بتحبها، يعني انت اللي بتحب هالموسيقى. ايه ليش انت ما حبيتي؟ يا عمري المشكلة ابدا مو انا وانت شو منحب، فكر شوي بمستوى الزباين اللي رح يجوا لهون، وفكر بولادهم الصغار، يا ترى رح تعجبهم الموسيقى وهن عم ياكلوا وجباتهم؟ ايه يعني بصراحة بدك تعرف انه هون مو مسرح موسيقي وما ننادي للجاز. المكان اللي هون حلو كتير وظريف وهادي، مطعم بيتزا مو أكتر. بعرف منيح، بس أنا بدي اياكم مكان كتير راقي ومميز، يعني وين الغلط إنه نخلي الناس تسمع هيك موسيقى؟ ما عم بفهم. حبيبي ما في مانع بهالموضوع، يعني طبيعي والحق معك، بس عم يجي على المطعم أشكال ألوان ما هيك؟ يعني الفكرة ما بتقدر تحكم على الناس وتسمعهم الموسيقى اللي بتحبها أنت، وإذا حابب تسمعهم الموسيقى لازم تكون الأغاني على ذوق مو على ذوقك. حياتي بدي أسألك سؤال، بتعرفي فرهاد كوجي ما هي؟ يعني هيك شخص مين ما بيعرفه. تمام، معناتها بتعرفي انه هو بيغني بمطعمه كمان، متذكره ولا شو؟ يعني اذا بتتذكري بزمانه انا وياكي رحنا لعنده على المطعم عشان نسمع الاغاني اللي هو بيعزفها. صح صح، متذكره الموضوع. شوف انت حكيت مثال منطقي، بتتذكر شو كان يقول بعد ما يعزف الالحان تبعه؟ الاغاني المشهوره بعزفها حسب الطلب. رفيف انت عم تحاولي تغيري رايي، بس بصراحه انا اسف حياتي ما راح اغير رايي ابدا. عمر فوق في هذا الختيار رئيس لجنة البناية، تتذكره؟ انت لما كنت بدك تعمل حديقة للصغار وعصب مشان صوت الولاد وعمل لك مشكلة، وانا رحت بالزور واقنعته، وهلا كيف هو بده يقتنع بهالموسيقى؟ ما بعرف، يعني برأيي اكيد ما رح يقبل بهالشي ابدا. بس يا رفيف دقيقة، انت حاكي معه من قبل، احكي معه مرة تانية. لا عمر مستحيل، الزلمة ما بيتحمل صوت الولاد، أنا كيف بدي أقنعه بصوت ساكسيفون؟ ما بيقتنع ما هي؟ لا مستحيل يقبل. هلا أنا حبيتها لهالفرقة بس. عن جد حبيتيه؟ إيه بس يا حوينته. عمو بهاء الدين؟ برافو يا أولاد، والله برافو، ما تحملت حالي ونزلت لتحت، بفضلكم أداني رجعت للتراب. أنا بهنيكم، شغلكم بجنن، برافو. لو سمحتوا يا شباب كملوا، تفضلوا. الرجال ناجح ومعه مصاري، لا وفوقه كمان عزابي. الله وكيلك رفيقتي، تعمل حالة مريضة بس مشان تيجي لعنده. خالتي سمعتيهن؟ معقول في هيك حركات؟ وليش مستغربة كل هالقد؟ هلأ البنات عم يدوروا على راحتهم، وبهالوقت لازم يكون الزلمة في بجيبته 3 مفاتيح. شو هدول مفاتيح كلهم؟ البيت والشغل والسيارة. خالتي انتي صايرة عم تحكي مثل السياسيين والله العظيم. والله يا بنتي بحسك ما بتعرفي شي، بكرة بس تكبري بتعرفي. المرة بدون رجال ما فيها تعيش أبدا، لأنه الوحدة بتخلي المرة تجن يا بنتي. شو هالحكي خالتي؟ مشان الله معقول عاد بتخلي المرة تجن؟ شو هالأفكار اللي ببالك؟ ما بدي أفكر، خليني هيك مبسوطة وما بدي شي. لك صحيح بنتي، نسيت قلك مين هو دكتوري. هلأ سمعت عنه، تبع ل3 مفاتيح، غني وعنده سيارة، وشو هديك كمان؟ البيت. تتذكري وحدة اسمها منار؟ ابنة الدكتور منار. خالي منار؟ ايه ابنة بيكون دكتورك؟ ايه دكتوري. العمى معقول توفيق صار دكتور؟ شايفة الحظ؟
برافو عليه. وصدقيني كل أهل الحارة بيجوا لعنده. وليش؟ ليه؟ لأنه ببلاش. الشاب كتير آدمي وأكابر، وقرايبينه وجيرانه ما بياخد منهم. أنت عن توفيق عم تحكي؟ إيه؟ خالتي فاجأتيني. الشاب كتير ظريف بنتي. وعدون عليه حاطين عينه. مدام صباح، تفضلي الدكتور عم يستناكي. ماشي. هلأ هو هون؟ هون هون تحت تحت. إيه شو غريبة. تعالي لنشوف إذا بيتذكرك. فوتي أنت قبليه. يلا بنتي. تحي. أهلين خالي صباح، طمنيني شو عملتي التحاليل؟ طبعا. تمام. مرحبا. أهلين. ما تذكرتني. أنت الأحول توفيق؟ ياسمين. أيوة. أهلين وسهلين. أهلين فيك. مرحبا. أهلين. اتفضلوا عدو، تفضلوا. تعالي لهون. عادي بنتي. أنا كنت عم بستنى الخالي صباح، بس بصراحة جايتك فاجأتني كتير. والله وأنا تفاجأت بالموضوع. أنت كيف صرت دكتور؟ احكي لي. حبيت كتير، برافو عليك. شكرا لك. والله صرت دكتور لأنه درست منيح. إيه لهيك برافو. اللي أنت عم تشوف رفقاتنا القدماء، ياسين تتذكره؟ بتذكره بتذكره طبعا. صار لحام تعرف؟ شو اسمه هذا؟ حسين يمكن. حسين ولا مخربطة؟ قصي بتتذكره؟ قول ما أتذكر قصي، يا روحي كان وراي. هذا هو، كان كتير يمزح ويتمسخر. بس كان شاطر هالولد. إيه شطارته راحت على الفاضي، هلأ صار يشتغل كوة. آه. وأنا خياطة بتتصور؟ بدي أحكي وخجلان، بس أنت حليانة كتير. شكرا كتير إلك. شو أخبارك وكيف جوزك معك؟ طلقت من زمان بس ما خاني بنوب. هو ما خاني أصلاً، أنا ما بخلي حدا يخوني. بس نحنا صار في بيننا سوء تفاهم وأنا تركته، انفصلنا. أي مفهوم. وأنت خاطب جوزت في هيك شي يعني؟ والله ضليت متجوز شي سنة بس كمان ما اتفقنا. وأنت كمان في خيانة عندك؟ يعني أنا ما في أنت في؟ مو هيك. ما قدرنا نتفق. لأنه الخيانة صعبة كتير لما بتصير. معلش ولا يهمك يا ابني، يعني الواحد بهمه راحته بالأخير، ما هيك؟ طبعا. الله يبعت نصيبكم مرة تانية. إن شاء الله. لك هي لقطة زوجة بحضن مرته القديمة. بالله لو كنت بدالها ما بضل معه ولا لحظة. بس هي راحت رجعته على البيت. يا ترى سمعتنا؟ دخيلك، وإذا سمعت أحسن ما تضلها هيك شايفة حالها على العالم، تروح تضب جوزها. وضعك ممتاز خالي صباح، ما في شي بيخوف، أنت منيحة. تعالي بكرة الصبح ومعدتك فاضية، خلينا نعمل التحليل الباقي. ماشي؟ يلا عادي. الله يرضى عليك يا ابني، كيف بدنا نجازيك معنا ما بعرف. ولو يا خالي، شو هالحكي؟ ماني طالب غير الفطاير اللي بتعمليها بالعادة، وهيك منطلع خالصين. صحيح ساويت منهم، وأنا وجاية جبت لها معي لياسمين. المسا تعال لعنا وبنعمل لك جنبون شاي وبتاكل لتشبع. بعد إذنك ياسمين. طبعا طبعا، ولو بس يعني كنت عم أقول إنه بيجوز عنده شغل بلا ما كتير نحرجه. يعني هيك فجأة؟ شغل شو يا بنتي؟ والله إذا إجا المسا بيلحق، وإذا ما إجا يمكن ما بقى يدوق فطاير خالته صباح مرة تانية. خالتي ليش هيك عم تفاولي على حالك؟ مشان الله، يا الله دخيلك، الله لا يقدر. بنتي عم قول ما رح أرجع ساوي له فطاير، وين راح مخي؟ أنا ما قلت إنه رح يصير لي شي. بعيد الشر، بس نحن بالعيادة لهيك صرت فكر هيك، يعني فهمتي علي؟ يا ستي هالتوفيق عن جد صاير دكتور. إذا أنا وجعني شي دغري رح أجي لعنده. الشاب كتير محترم وفهمان وشاطر ما شاء الله، بس سمعتي شو قال؟ الزلمة ما انحظ بزواجته أبدا، يعني مثل حظك يا بنتي، يعني أنتوا اتنين بالحقيقة. خالتي؟ لا ما عم صدق أنا، شو غبية خالتي. أنتي أصلا جبتيني لهون ما؟ عيب هاي الحركات، عيب عليك تساوي معي هيك. يه شو خطر ببالك؟ فهميني يا روحي. انتي قصدا جبتيني مشان شوفه للزلمة وشوفني، ما هيك؟ سكتي لا تحيطي بهدلتينا قدام العالم. شو قصتك انتي؟ انا ما عملت هيك. عملتي عملتي، وانا متأكدة انه هيك القصة مبلا. وعملتها يا ستي، وشوفي اذا عملتها. بعد كل هالعمر بدك تقابلي احسن منه، فهميني. انتو الاثنين ارامل، بدك احسن من هيك. شت. انا كم مرة قلت لكم ما تقولوا لي ارملة؟ لا تعيدي هالكلمة. انا مطلقة، بعدين ما حدا طلب منك تفكري فيني وتعملي هاي الحركات. كتير سلقتيني بدني. هذا الشاب رفيقي من زمان وهو مثل أخي بالضبط. شوفي خالتي لا تعيديها بنوب، عيب هالحركات يا الله. خلاص
فهمنا وما بقى نعيده، ما رح نتدخل بحياتك ابدا. بصار يا سيد حقي، هو سألني وقلت له بعرف واحد كتير أكابر بيشتغل ببنك قريب، وبعدين أخدته وإجينا على الفرع تبع حضرتك. زيزي أصرت أنه نجي لعند حضرتك وأنا وافقت. كتبت الاستمارة ما هيك؟ هو بصراحة أنا ما اهتميت بالاستمارة وإجيت لعندك فورا وطلبي كتير صغير من بعد إذنك. طبعا نحن شغلتنا توقيع والاستمارة أنت بتعبيها، مو هيك بتتعاملوا مع لؤي؟ السيد لؤي زبون قديم عنا، وهالشغلات الروتينية هي ما إلا ضرورة معه، بس هلأ بدي منك بيان راتب وهويتك كمان، وإذا معك ملكية لأي عقار رح خلي الشباب يساعدوك فورا. ما فهمتني، بيان راتب والهوية وراء الملكية لشو كل هالقصص الفاضية يا سيد حقي؟ وبعدين أنا إذا كان عندي بيان راتب ليش بدي أسحب قرض وأشتغل؟ مو معقول. فهمت. طيب حضرتك عندك أي إثبات أنك بتملكي أي شيء باسمك؟ إيه الحمد لله في شيء بملكه ومسجل بالطابة. البيت اللي عايشة فيه شقة دوبليكس ومساحتها كبيرة. ليش؟ طيب طالما البيت مسجل نحن لازم ناخذ منك وراء البيت ويضلوا عنا، منحطه تحت الرهن وبعدين منعطيك القرض، غير هيك ما في نساعدك بأي شيء. زين لا ما على هالزلمة ما بيستحي أبدا، مشان شوية مصاري بده ياخذ بيتي يلي مثل القصر ويحطه رهن عنده؟ لا مو معقول. حبيبتي بهالأيام صدقيني ما حدا بيدين شيء لحتى يضمن حقه، الزلمة ما غلط. أنت خليك ساكت أحسن لك، وإلا بلغي القصة كلياتها، أنا مو ناقصني بنوبها. شو بدك لؤي؟ لك أنا هلأ شو دخلني بتختك كمان؟ روح لحالك وجيب تختك، هذا اللي كان ناقصني. لؤي؟ أنا بروح وبنقي لك تختك، طبعاً منروح سوا ومنشوف التخت. وين لقيك؟ تمام أنا على الوقت بكون هنيك يا روحي، تكرم، بشوفك لؤي حبيبي، سلام يا عمري. والله حاسس ضحكتك مانا على الفاضي أبدا. حياتي الواحد لما بيمرض بيروح لعند الدكتور وبيعالجه، وموضوعي لا بده مدير بنك ولا هالحكي الفاضي، شبك بس شغل مخك. إيه والله تكسر جسمي وأنا نايم على القاطع تبع غسان، خليني أخذ تخت مثل العالم، ولما بنتقل عبيتي باخده معي. اللي شفناه كان منيح بس برأيي هذا أحسن، هذاك قاسي أما هذا طري أريح منه. والله أنت ما في منك يا زينة. لو ما إجيتي معي بحياتي ما رح أعرف نقي لحالي. إيه بعرف هالشي، نحن صرنا رفقات، وبعدين في سنين عشرة بيناتنا، شو نسيت بعد كل هالعمر رح نصير أعداء؟ لا مو معقول. أيوة معناتها نحن رفقات، شوفي هي كتير عجبتني. قالوا أي راسي عم يفتل. شو صار لك حياتي؟ طلبوا الإسعاف، جيبوا مي. خلص لؤي استنى دقيقة، وقف، ما في داعي هلأ، بتحسن لحالي. قطعتي لي قلبي حبيبتي، شبكي؟ يلا قومي بدي أخذك على المشفى بسرعة. لؤي استنى شوي، أنا بعرف شو الموضوع. بالله جاد طلعي فيني، ليكون عم تشتهي الحلو أو المالي. لا أماني حامل، شبك أنا مريضة. شبكي؟ لك طلع معي ورم دماغي. شو؟ ورم؟ بصراحة أنا ما كان بدي إلك بس هذا اللي صار. إيه والدكتور شو قالك؟ عطاكي دواء ما هيك؟ هذا ما بيروح بالأدوية لؤي، إذا ما عملت عملية فوراً بجوز موت بأي لحظة. إيه خلاص إذا هيك القصة عملي العملية فوراً. هاي معنا شغلة سهلة كتير بتكلف، وإنت شغلك لساته بأوله، وأكيد ما معك لهيك ما طلبت منك. إيه بلا حكي فاضي حياتي، هلأ رح أتصل بالبنك، إنت بس قلي لي قديش لازمك لتساويها. إنت رجال بكل معنى الكلمة لؤي، رح كون مديونة بحياتي لإلك، والشي اللي رح تعمله معي مانو قليل. زينة حبيبتي بترجاكي تساعديني،
اليوم بدك تجي لعنا ضروري ايه؟ اكيد لانه انا ما عندي شغله غيرك، شو قصه الجايه كمان اليوم؟ فصول خالتي وبتعرفيها، قال جايبت لي شب ظريف اتعرف عليه. مين؟ واحد رفيقي من ايام الطفوله مو شايفته من 20 سنه. شو؟ ايه الشب صار دكتور هلا، بس خالتي مفكرته صار رئيس وزراء، وراحت عزمته لعنا على العشاء وانا ما عاد فيني الغي الموضوع. اف زيزي مشان الله تعي المسا وساعديني. ياسمين اسمعي، انا وشيرو هلا في عنا شغل يعني شغل شو بده يكون عندك المسا؟ بترجاكي تعي مشان الله. والله انا حابه اجي بس في عندي شغل المسا مستحيل اقدر. مش الحال يا عمري وزبطتن، اعتبري الموضوع منتهي ورح علقهم ببعض. شافه وشافته، ايه هي كتير عاجبته، خلص ما بقى غير يقعدوا سوا ويشربوا كاسة شاي. ايه وانا رح حاول اعمل كل شي بيطلع بايدي مشان زبط لهم الجو. خالتي خالتي كيف بتعمليها هي بالعادة؟ علميني كيف بتصير. والله العمر له حقه حبيبتي، طلع عندي كوليسترول وميروماتيزم بالمفاصل والضغط عندي على طول بيطلع. هاتي بقى شو بدي اشوف الدكتور وشو بدي يعطيني ادوية. خالتي امي امي هاي خالتي كتير زودتها، عم تزبط لي واحد مشان احكي معه. ايه بس مو رفيقي بالابتدائي. لك استني شوي لأحوال توفيق. ايه هو بذاته عرفتي؟ الزلمه صار دكتور وهي بدون ما تسالني عم تزبط لي اياها لحتى احكي معه. لامي لا يا الله انا ما عم بعمل هيك غير مشان مصلحته، والله بدي لاقي لها عريس وترتاح معه. ماما هو كتير بشع وكانوا ينادوا له ابو اربع عيون، قولي لي لخالته ما بي مجنونه. انا ما عاد اتدخل فيها من يوم ورايح، وتصطفل يلي بدها اياه تعمله، خليها قاعده لحالها هيك مثل القرده بكره بتعنف. امي قولي لها انه عندك بنت صبيه بتعرف مصلحتها، فهميها. بكره بس تتجوز بنتك وتتركك رح تضلي لحالك، وقتها ورجيني كيف رح تستني. ماشي ماشي، ما دخلك انت، ناقصني والله. بدها تسمع كلمتي وبكره بتشوفي. صنفي لي هي بنتي. حاضر سيد لؤي، اهلا وسهلا. حقي بيك، كيفك شو اخبارك؟ تمام كيفك؟ الحمد لله. شو رايك نشرب شاي بس تخلص شغلك؟ والله كتير مستعجل، هلا غير مره بمر لعندك. مثل ما بدك، الصبح كانت زينه خانم هون، كان بدها قرض بس ما مشي الحال. بدها قرض؟ ليش بدها اياه؟ قال هي ورفيقه فاتحين شغل، بس انت مو غريب عن قصص البنوك، واذا حضرتك بتكفلا فاكيد بيمشي الحال. عفوا استاذ شوي اذا بتريد. عن اذنك هلا، يعطيك العافيه. ايوه بدك تعملي شغل لكان، ولك بشرفي انك وحده محتاله، بتمثلي علي وبيغمى عليكي، انا بفرجيكي. اوه مرحبا ياسمين، شو عم تعملي هون؟ عم كب الزباله مثل ما لك شايف. انا كنت بدي احكي معك بشغله. ليش نحن بشو بدنا نحكي؟ ما عاد في شي ينحكى. شوفي انا كنت مفكر انه كنان هو اللي دفع لي. اللهم اجيبك يا طولة البال، هلأ ما عاد في عندك غير هالسيرة؟ يعدمني يا ما اغلظ ان شاء الله. بصراحة ما كنت حابب ازعجك ياسمين، بس كنان لا تكمل. بعرف ما كان قصدك وفهمتك غلط، خلص مو مشكلة. خلص غسان انا داخل ايه كتير من اسلوبك وطريقتك. ياسمين أنا عندي شغل كتير هلا، وعدت لزينة إنه حتى لو شفتك جاي لعندي زحف، وشفتك عم تحاكي حالك وتنام بالشوارع، إني ما عاد أرجع أحكي معك لو شو ما صار. أنت كتير جرحتني، إنك أنت ما عندك حتى إحساس. ياسمين مرحبا ياسمين، شو عم تعملي هون؟ عم كب الزبالة مثل ما لك شايف. أنا كنت بدي أحكي معك بشغلة. ليش نحن بشو بدنا نحكي؟ ما عاد في شي ينحكى. شوفي أنا كنت مفكر إنه كنان هو اللي دفع لي. اللهم أجيبك يا طولة البال، هلأ ما عاد في عندك غير هالسيرة؟ يعدمني يا ما أغلظ إن شاء الله. بصراحة ما كنت حابب أزعجك ياسمين، بس كنان لا تكمل. بعرف ما كان قصدك وفهمتك غلط، خلص مو مشكلة. خلص غسان أنا داخل إيه كتير من أسلوبك وطريقتك. ياسمين أنا عندي شغل كتير هلأ، وعدت لزينة أنه حتى لو شفتك جاي لعندي زحف،
وشفتك عم تحاكي حالك وتنام بالشوارع. اني ما عاد ارجع احكي معك لو شو ما صار. انت كتير جرحتني، انك انت ما عندك حتى احساس. ياسمين خبرت رفيقك انه نحن جاهزين، دبرنا المصاري وكل شيء صار تمام؟ حكيت معه، قلت له كاش المصاري مو تقسيط يا حلو، ما بدنا نستنى. هو شو قال؟ طبعا وافق، شو بده يقول يعني؟ تعرف حزير شو؟ بكره اول شغله بنعملها بنعمل ديكور جديد ونفضه صغيره. هالشي ما في داعي له، انت بس تشوفي المحل رح تصير عقلك، ما بيلزموا شيء. يا الله يا سلام. يلا تعال تعال تعال، يلا بلا غلاظه لا تخلينا ننطرك كثير. ايه ذكرتني بايام زمان الحلوه لما كنت عروس جديده، قد ايه بوقتها كنت مبسوطه. كنت هيك على طول استنى لو اي من ورا الشباك. تخيل شو كنا نحب بعض، كنت عشقانة وعشق لهالزلمة، شو كنا صغار. على كل خلصنا بلا عواطف، أهم شي الشغل هلأ وبس. لك برافو. إجا إجا والله وجاب المصاري. يلا وقف يلا وقف يلا لحظة لحظة استنى شوي، استنى لحظة. يلا تفضل لؤي. كيف زينة؟ شو وضعها؟ أنا شو بيعرفني؟ آخ راسي راسي، ما عاد أقدر على وجع راسي، عم ينفض علي نفض. يا الله روح أعمل لك كاسة زهورات. زهورات برأيك شو ممكن تفيدني بهالحالة؟ ما أقول أنت بركي بيخفف وجع راسك شوي. قولي على قلبي حياتي، أنا جبت لك باقة نرجس، بعرف بتحبيه. لؤي إذا شي يوم تذكرتني وحبيت تقرا الفاتحة على روحي حط لي نفسي الوردة. شي بك يا ليش هيك عم تفاولي؟ طلعي فيني لشوف، الصبح كان وضعك أحسن، يا ترى هالمرض عم يتقدم فيكي بسرعة؟ أنا مشان هيك ما بدي إياك تزعل مني، وكنت عم حاول أضبط أعصابي. هلا لا تاكل همي، أنت شو عملت؟ قادر تدبر لي المصاري؟ والله رحت على البنك يا روحي، بس بكرة لحتى يصير في عندهم سيولة ما فيكي تتحملي يوم تاني؟ الشغلة بإيدي يعني، أنت بس دايلي ضل الصبح عايشة. يا زينة لما عم شوفك هيك قلبي عم بيتقطع عليكي من جوا. طيب أنت رحتي عند دكتور منيح؟ من وين؟ بدي أجيب مصاري روح على الدكتور. يا حسرتي رحت على مستوصف الحارة. طلعي فيني، بكرة الصبح رح أخذك لعند أشطر دكتور بالبلد، تحسين عم بيستنانا بعيادته. شو؟ حياتي أنا رحت وعملت كل التحاليل والفحوصات اللي طلبوا لي إياها، يعني نبهوني إنه ما بيصير أقوم من الفرشة وخفف حركتي كتير. لك هيك أحسن يا روحي، منورجي هالتحاليل لتحسين وبعدين نتصرف. يلا زيارة المريض ما لازم تكون طويلة، أنا هلأ رايح، أنت نامي وارتاحي تمام؟ ومن بكرة الصبح بكير بيجي باخدك ماشي؟ مو معقول انت عن جد الصديق عند الضيق، وانت ما في منك، دير بالك على زينة منيح. مو جايب المصاري؟ مو جايب شي، قال المصاري لبكرة واخد لي موعد من الدكتور كمان. هلا راسي عن جد مسك علي، اعطيني زهورات يلا. وشو رح تعملي؟ خد هاد واعطيني التليفون يلا. شايفك حبيبتي كذبتي الكذبة وصدقتيها. الو ياسمين مرحبا، كيفك حبيبتي شو اخبارك؟
منيحة، كيف بدي كون؟ أنا قلت لك إنه ما رح إجي على عشاء، بس ما هان علي يزعلك. يلا جاي لعندك فوراً. تسلميلي. بدي أسألك سؤال، أنت رفيقك اللي كان بده يجي على عشاء دكتور مو هيك؟ ولا شي، كنت حابة أسأل وأتأكد. اليوم المساء بشوفك حبيبتي أكيد. وهلأ حضرتها مصدقة حالها إنه بتقدر تضحك علي، مو عرفاني إنه مارق عراسنا كتير. لا تفهمني غلط يا لؤي، بس عن جد هزينة ممثلة فظيعة، عاملة حالة مريضة، كيف مرت عليك هالشغلة؟ ببساطة لو ما شفت مدير البنك بالصدفة شو كان صار فيك؟ يا روحي كم مرة بدي قلك كله من نيتي الطيبة. هي كمان لما قالت لي في ورم براسي حسيت مثل واحد عم يضرب خنجر بقلبي شبنا. بس بكرة رح ورجيها. شو؟ رجلك تحسنت سيد غسان؟ غسان؟ شبك ولا؟ شو صاير لك؟ قلب لي وشك، طلع فيي، لا تكون مو مستحملنا. لا لا انتو ما دخلكم. حمدي قوم عملنا كاسة شاي. تكرم معلم لؤي. شو صاير لك يا أخي؟ مبين في شي مضايقك، قلي احكي لي ولا تخبي عني. الصبح كنت بدي أحكي مع ياسمين حتى تطليع ما طلعت بوشي وانزعجت. الشي طبيعي، انت كمان جرحت للبنت كتير. يعني أنا شو عملت لها؟ هي يلي جنت على حالها مشان مصاري المحامي راحت لعن جوزها القديم. لا وكمان كذبت علي وما قالت لي، وأنا ما هان علي اللي عملته. ايه طبعا انت معك حق، لأنه الرجال اللي مثلك ما بيقبل بهيك قصص أبدا. بس طلعت القصة مو هيك، طلع مراد دافع مصاري المحامي. قلت مراد؟ ايه بربك والله برافو، عن جد هالولد صار زلمي. ايه صح. دقيقة دقيقة استنى، هلأ يعني كينان عم يستغلها لأنه هي ما بتعرف؟ بتقدر تقول هيك. ليك المحتال ليك. شوف برأيي لازم تروح فورا لعند ياسمين وتقول لها هالحكي. لك البنت ما عم تتطلع بوشي. وإذا ما عم تتطلع بوشك بدك تروح لعندها وتمسكها من وشها وتخليها تتطلع عليك غصبا عنها وتحكي لها الموضوع. مو معقول، وليش لحتى أعمل هيك شي؟ بدك مين يقلك ليش ضروري؟ مشان البنت المسكينة ما يستغلها الكنان قليل الأصل. ياسمين هذا رفيقك الدكتور. دكتور شو؟ دكتور شو؟ دكتور؟ ايه هو الدكاترة بالعادة بيكون لكل واحد اختصاص معين. والله يلي بعرفه لما كان صغير كان يدرس مثل الحمار، شو بيعرفني شو اهتمامه؟ لا حياتي مو هذا قصدي، قصدي هدول اللي بيتقسموا لفروع واختصاصات طبية، الدكاترة يعني. داخلية، طبيب داخلية يعني بيعالج الأمراض اللي هون. مو مشكلة، معناتها بيفهم بالدماغ لأنه هو كمان جوا. ليش عم تسألي عن الدماغ وهالشغلات هي؟ ها وهي إجا ابني توفيق. ياسمين روحي أنت افتحي له الباب. يا خالتي يلا. مرحبا ياسمين. مرحبا. مرحبتين. إذا عندك وقت كنت حابب أحكي معك بشغلة مهمة، بس ما كنت متوقعتك تجي، استغربت يعني. وأنا إذا أجيت بعدين يمكن الوقت يكون مناسب أكثر. ما بيصير تروح هلأ، الوقت كتير مناسب، كنا عم نجهز الأكل، تفضل خلينا نتعشى سوا. والله حظك حلو لسه ما بلشنا. شكرا كتير، أنا بعدين بجي. والله ما بيصير، لوين رايح؟ ما تحكي لك شي كلمة ياسمين، خليه يفوت مو حلوة. بس دقيقة تعي لهون انقبري. لك شو عم تساوي يا مجنونة؟ مو انت اللي خليتيني اوعدك، ليش هيك عم تساوي؟ طولي بالك يا سمين. زينو رجاء يا جماعة ما بدي احرجكم. لا والله ماني تاركتك تروح. من الصبح بكير قاعدين نحن وخالته، صباح عم نشتغل بالاكل، بيصير هيك؟ امانة تفوت تتعشى تفضل. يا اهلا وسهلا. يلا اليوم النسوان بالشارع كانوا عم يحكوا من ورايي كأنهم شايفين شوفي، ما عاد إلي وش أطلع قدام الناس. حسان لا تسكت، احكي لك شي كلمة،
كرمال الله خلينا نروح على الشرطة. طيب نين مين؟ أنا كم مرة قلت لك إنه لا تجيبي سيرة الشرطة على لسانك؟ يا حسان إذا ما رحنا خبرنا عنا والله أنا قلبي حاسسني إنه بده يصير شي مو منيح. ما رح يصير شي بنوب، هنن بدهن يخوفوكي مو أكتر. إيه طبعاً بدي خاف، المرأة قتلتها لالينا وما بعرف بعدين الدور على مين بده يجي. أنا بدي بلغ عنها. حتى لو رحتي على الشرطة شو بدك تعملي؟ ما فينا نثبت عليها شي. في عنا دليل، لسنان لساتهم ببيتها. نيرمين هذا ما رح يفيدنا بشي. كيف يعني ما بيفيدنا بشي؟ نيرمين أنا فحصت منيح لهدول السنان، هدول ما نون سنان حقيقية ولا نون سنان بني آدم، فهمي علي بقى. كل القصة عملوها مشان يخوفوكي وبس. حسان ما عم بقدر صدقك، أنا كمان شفت بعيوني هالسنان كانوا عن جد سنان حقيقية. بالله ليكون أنت، ليكون أنت كرمال تحمي مرتك القديمة عم تكذب علي. أه من وين عم تجيبي هالحكي نيرمين؟ أه جننتيني. أوف أنا ما عم لاقي كنستي السودا ماما، بتعرفي وين بلاقيها؟ ابني أنا غسلتها وحطيتها هون بخزانتك، خليني أعطيك إياها. ماما قولي لي شوفي، حاسك مو مرتاحة. ما في شي، بس لأنه غصون والست جاهدة انتقلوا لهون بآخر فترة زعجتنا القصة. إيه بس يا ماما أنا هلأ سمعتكن عم تعيطوا. أنا وحسان تخانقنا شوي، بس عادي بتصير بأي بيت. يلا خد كنستك. ماما بقدر ساعدك بأي شي؟ لا حبيبي يسلموا، انت لا تفكر بهالمواضيع انا بحلها. يلا تصبح على خير. وانت من اهله. هلا رح يجي توفيق ويتقابلوا ويقعدوا مع بعضهم، وغسان رح يفهم غلط. اي يفهم اللي بده يفهمه ياسمين، وبعدين نحن هذا اللي بدنا اياه. نحن بدنا شو؟ مين نحن؟ حياتي انت شو بدك بغسان؟ حابه نعمل له تربايه ولا مو حابه؟ اقل شي تربايه. طيب اذا هيك اتركيه يفهم الموضوع غلط، اتركيه بلكي بيغار. لا مستحيل يغار. بده يغار، رح تشوفي هلا شلون بده يغار. انا وانت رح نعلمه ونفهمه شو يعني كاد النسوان هلا وهون كمان. وشلون بدنا نعلمه؟ وهي كتير بسيطه، انت كل اللي لازم تساويه تعملي حالك بدك تتعرفي على هذا الشاب. عمل حالي بدي اتعرف على توفيق، وساعتها بيعرف اني مو سألة عنه. هاي هي والله مزبوط. ايه انا رح ابهدله، رح خليه يعرف قيمتي. اجي توفيق. ايه اجا. المهم لا تنسي شو حكينا، خليكي جاهزة، ابتسامة، اطلالي حلوة. اوكي اهلين فيكي، كيفك خالته صباح؟ الحمد لله. تفضل فوت لجوا. تفضلي. هالوردات الحلوين الي من 40 سنة ما حدا عطاني باقة ورد. شكراً يا ابني، رجعتني لأيام الشباب. ما في شي من واجبك. تفضل. توفيق عنا. طمني كيفك؟ أنا منيح، أنت كيفك؟ أنا هلأ صرت كتير منيحة. مرحبا أنا زينة. تشرفنا. الشرف لقلنا أكيد. ياسمين دائماً بتحكي لنا عنك، وكنا عم ننتظر بفارغ الصبر لنتعرف عليك أكتر. طبعاً يا روحي، أنا دايماً بحكي لعنك، عن ماضينا أنا وياك وعن ذكرياتنا سوا. زينة من كتر ما حكيت لها مليت. بالله جد؟ نسيت لك بمين بدي عرفك. هاد بيكون جارنا السيد غسان. مرحبا. أهلي توفيق. ليش هيك واقفين؟ تفضلوا تفضلوا، هلا الاكل بيبرد، تفضلوا يا جماعه. يلا تفضل. ليش هيك معذبين حالكم؟ انا بكفيني كاسه شاي مع الفطاير الطيبين من تحت ايديكي. تفضل. شو هالحكي؟ قد ايه صار لي ما شفتك؟ انا اليوم من الصبح ما طلعت من المطبخ لاعمل لك هالاكلات هي. هدول كلهم كرمالك انت، جايتك غاليه. انا اسف ما بدي انزعلكم هاللقاء الحلو، بس صار لازم روح ان شاء الله. صحه وهنا. لا 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 لا، معقول هالحكي؟ انت بتضل؟ نحن أهل وهون كلياتنا رفقات، مو بس رفقات وأعز من رفقات وجيران مثلك أنت، يعني ما في حدا غريب ما هيك؟ يلا تفضلوا على الأكل. تفضل. تفضل سيد غسان. معقول خجلان؟ يلا تفضل. أنت بتعرف غرفة السفرة؟ عفوا نسيت أنك ما عم تتذكر شيء أبدا، عفوا اعتبره بيتك. يلا
شكله ما حس. سيد يعقوب، أنا رفيف مرته العمر، كيفك؟ وأنا منيحة شكرا لك. أنا بدي أحكي معك بموضوع إذا في مجال. ولي إيه عفوا، يمكن ضعيفة الشبكة ما سمعتني مزبوط. هلأ سامعني منيح ما هي؟ كنت بدي أسألك سؤال، انتو فرقتكن بأي مسرح بتعزف؟ بصراحة أنا بدي أخذ العنوان لأنه جاي على بالي شي مرة أجي وأسمعكن، ومنه كمان بنحكي بالموضوع اللي بدنا نحكي فيه. تمام، رح أكتب. نعم تمام تمام، شكرا لك، كلك ذوق. يلا باي. الله يسلم هديات، أكلاتك كتير طيبين ياسمين. لك صحة وهنا على قلبك. حضرة الدكتور، إذا بتسمح لي وعندك وقت أنا بدي استشيرك بموضوع. طبعا تفضلي. هلا أنا عندي وحدة رفيقتي بعيدة عنكن عندها ورم دماغي. مين؟ أنا وحدة من رفقاتك عندها ورم؟ ليكون قصدك على رفيف؟ لو أنا مخطوف عرفت والله يبعت لي همة عليكي وعلى شبابك يا رفيف. لك لا، ما لها علاقة رفيف، هي رفيقة قديمة كتير لإلي، أنتي ما بتعرفيها أبدا. لا تقاطعيني، خليني كمل. هلا هي رفيقتي اللي عندها ورم دماغي، هو شو أعراضه بالضبط هالورم؟ يعني ممكن يأثر على الحواس مثل السمع والنظر. بدي أعرف إذا ممكن تصير عيونها تغبش أو تصير تلاقي نفسها وتدوخ وتغمى، ولا ممكن يكون مو من الورم يعني. والله شغلة معلا بسيطة، بس كتير ممكن إنه يظهر أي عارض. فهمت عليك. طيب مثلا إذا رحت لعند دكتور وعملنا فحوصات عامة وغيرها، وقلنا للدكتور إنه في عنا ورم بالدماغ، الدكتور شلون يعني كيف بيبين معه؟ يعني كنا من زمان بيزغرنا نبلع طباشير أشكال وألوان، وشو بيعرفني؟ وما كان يصير معنا شي. مع الأسف يا ست زينة، الطب ما تطور لهالدرجة وما فينا نعرف بالفحوصات العادية، ضروري نعمل فحوصات دقيقة. فهمت عليك. قلت لحالي بتدرسوا 6 سنين أكيد لازم تعرفوا. يعني مثل ما قلت لك لازم تاخدي رفيقتك لطبيب مختص بالأورام أفضل. طبعا دكتور، بكرة رح أخذها فورا وخليها تأمن على حياتها. سيد غسان، اسكب لك محشي. شكرا إليك، حاجتي شبعت. توفيق، تتذكر قديش في إنا ذكريات مع بعضنا؟ وكيف بدي أنسى يا ياسمين؟ ما معقول شو عم حن لأيام زمان. لك شو عم تساوي؟ كأني وقعت لك الشوكة تبعك. أنا آسفة، ما كان قصدي أعمل هيك. ليش عم تضربيني؟ هيك انتي زودتيها كتير شبكي، عيب مشانك قدام غسان انتبهي. ايه هو بيستاهل، بعد كل اللي عملوا فيني قليل عليه، شو دخلني انا؟ طلعي. ايه طلعت. انتي منيحة؟ توفيق، تتذكر وقت رحنا أنا وياك رحلة لحالنا؟ وقتها اجتمعنا كل الصف ورحنا سوا. ليش كان الصف كله معنا؟ أنا بس بتذكر أنه نحن الاثنين كنا صرنا نتمشى حوالين البحيرة وبردنا كتير، بتتذكر هديك الأيام؟ بالعلامة عطيتني جاكيتك مشان ما أبرد، دخيل قلبك ما أطيبك. ومع هالشي مرضتي وطول اليوم ما طلعتي من الغرفة أبدا. ايه بس انت درت بالك علي كتير منيح. انا بتشكركم كتير على الاكل الطيب، بس عن جد صار لازم روح. يلا بالاذن. عفوا، ما بيصير تروح؟ لحظة ياسمين، عاملة حلو كتير طيب من تحدياتها، اقعد خلينا نتحلى سوا. وين رايح انت هلا؟ صحة وهنا، بس انا ما عاد فيني اكل وصار لازم امشي. سيد غسان، أنت شو كنت جاي تقلي؟ ولا شيء. يعني بالحقيقة
الحكي ما عاد له داعي. تفضل. فايدة جيب لكم الحلوة. أنا جاية أساعدك، استنيني شوي. يي شو صار لهم هدول هيك فجأة؟ راحوا على الصالون. احكي بصوت واطي بلا ما يسمعونا، مو حلوة. مستحيل يرجع يطلع بوشي. خلاص، انت ما قلتي لي احكي مع توفيق حتى غسان يغار؟ فكرته ما رح يغار بنوب. مزبوط، انا هيك قلت لك، بس ما قلت لك تزودي عليك لهالقد للزلمة. ما كان لازم تبالغي لهالدرجة. هي شو بيعرفني انا؟ قلت اذا بهرت للقصة يمكن يتأثر بسرعة أكتر ويغار علي. لك شو بيعرفني أنا أنه كل هالقد رح يزعل؟ حياتي، يعني أنت زودتيها كتير ونزلتي من السما لتوفيق. ما بيصير هيك، على الخفيف وبالتدريج وطلطيش حكي. مو حلوة قدامنا أنه تقولوا أنكم لحالكم كنتوا بالغرفة والماضية اللي ما بتنسي وشغلات وقصص تانية. ياسمين شبكي، يا ترى شو بدي أعمل؟ اسمعي لأنك بقول له انه هذا ابو اربع عيون توفيق وما في شيء تغار منه. ما بيمشي الحال، انسي الموضوع. الطريق اللي مشيتي فيه بدك تكملي للاخر، بدك تخليه يغار عليك ويرجع لعندك وانت بدك تستني، مفهوم؟ اي أيوة. بركي ما رجع؟ لا رح يرجع، رح يرجع. انا شفته قديش كان مقهور. انا بتشكرك على كل شيء ياسمين، كثير انبسطت الليله. ما عملنا غير الواجب. بس كل فترة اتصل واسأل، لا تنسانا كرمال ذكريات الطفولة تبعنا. ما رح شوفك بكرة؟ مو بدك تجيبي خالته صباح على المشفى مشان نعمل لها تحاليل؟ نسيتي؟ اي والله نسيت، معناتها بكرة بشوفك. ماشي. ياسمين؟ ايه. معلش إذا سألتك سؤال شخصي؟ طبعا. غسان بيعني لك شي؟ أكيد لا، هو يعني مجرد جار مو أكتر. لأنه بصراحة فكرت أنه في بيناتكم شي خاص. لا هو بالحقيقة بتعرف أنت عاداتنا، بيقولوا أنه الله موصي بسابع جار. مو هيك؟ يعني من هالباب وبس. أنا آسف ما كان لازم أسألك. ولا يهمك، فيك تسألني أنت ما بدك، مو مشكلة. ما نحن أساساً رفقات من الطفولة والرفقات بيحكوا بهالشغلات. أساساً هذا الحديث كتير ممل، يعني راح أتمل إذا بدي أحكي لك عنه، موضوع قديم وراح. إذا شي يوم بدك تحكي لي هالشي ياسمين كوني متأكدة إني راح أسمعك بدون ما أمل. أكيد. لك إيه حاجتكن بقى أنت وياها؟ رح تعملوا لي فيها مجنون ليلى وقصص عشق وغرام. ايه شو صار اخر شي بيناتكم؟ لشو هالحكي هلا؟ عمر؟ ايه؟ انا رايحة لعند محل الهدايا والتحاف، بركي بلاقي لي شي كم مزهرية للطاولات تبع المطعم. ايه ماشي حياتي. يلا عمر بشوفك. يلا الله معك. ياسمين؟ ايه؟ انا بخاف كتير من منظر الدم والابر. دخيلك خالتي، ما فيها شي بخوف. كل يوم بتشكوك، انا بحكم شغلي بالخياطة ايدي كلهم بخوشين. ايه بس مو رح يمشي الدم من هالخرطوم يلي هون ولا لا؟ لا تفكري هيك، هلا بتصيري بتخافي اكثر. خلص فكري بشغلات احلى ولا تخافي منه. ها شوفي اجت. انت جاهزه؟ هلا اذا بتريدي سكري ايدك وضغطي عليها منيح. ضغطي. ايه هاتي ايدك تانية. لا عم بين عليها الممرضه شطوره، ما رح توجعك. انا لي نظره وبالقطع السريع. عفوا انسي، بس انا خالتي شوي بتخاف. ما في شي بخوف اكيد يا روحي، بس هيك عاده يعني. طلعي اسحبي الدم نقطه 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 نقطه. خالته خدي نفس انت. اوه يلا ارتاحي، خلص حطيت القطنه. فكري بشغلات حلوة كتير، فكري هيك إنه ما في إبرة. ما في إبرة بنوم. فاتت على العرق، فاتت على العرق. سحبت الدم، سحبت الدم، سحبت الدم. خلاص مسكي لي إيدي، لا تخافي إيدي. مسكي لي إيدي، لا تخافي إيدي.
مسكي لي ايدي. شو صار فيني؟ لا ما في شي، بس اغمى عليك شوي. هلا صرتي منيحة؟ منيحة منيحة ايه، بس يمكن من التعب وقلة النوم، ما بعرف، نزل ضغطي شوي. ايه يمكن. اذا حدا شافني بيقول خافت من الابرة، بس مستحيل، انا ما بخاف. لا ما بخاف، لا شو بدي خاف اصلا، انت بتعرف انه شغلتي خياطة، يعني كله ابر وبضل ماسكتهم وحاططهم بتمي هيك يعني. هون عنا كافيتيريا كتير حلوة، اذا بتحبي بنشرب عصير بردان. ايه خالتي وينها؟ منيحة، الممرضة عندها، لا تشغلي بالك بنوب. ايه يلا اذا هيك منيح، هيك احسن انه الممرضة تكون عم تهتم فيها، لانه بصراحة خالتي بتخاف شوي من الابر، بعدين اذا اغمى عليها صعب كتير تصحى، واذا اعطيناها سكر ما بتعرف شو بصير وقتها، بالاخير يعني بتعرف انت ما فيها تتحمل هالشغلات. عم تضحك علي مزبوط؟ لا مستحيل. اي منيح، لانه هيك فكرت يعني. لا حكي صح، ما هيك يعني، انا بفهم بالطب منيح، اللي عندي ثقافه مو واضح من حكي. انت هلا بس الا انه في ورم براسه، خليها تخاف على حالها اكثر. ها ماشي؟ لا مو هيك، لا يا اخت حسين، ما رح زودها معها، لا تخاف، فورا رح اقول لها. ليك ممكن بأي لحظة هلأ تفوت لعندك انت بدون ما تحسسها اللي هي بشي شغلة، وانا هلأ طالع فورا. والله يا اخي تحسين بحياتي ما رح انسالك هالمعروف، ومثل ما بيقولوا الصديق عند الضيق. حبيب قلبي مع السلامة. هذا العصير طبيعي مو؟ طبعا. صح صحني. بدك تتركني هيك بالمشفى وتتخلى عني؟ يا ندل يا خسارة كل تعبي اللي تعبته عليك. شو صاير؟ سمعتون؟ ما بيستحي هالحقير، شو عم يعمل بالمريضة يا حرام؟ بس ما منعرف شو صاير بيناتهم، يمكن هو معه حق. روحي منعرف مو بجوز، هدول أكلوا وشربوا وضحكوا وانبسطوا بالزمنات، ولما المرة وقعت خلاص رفسها وما بقى بده، قليل الحياة واحد وقح. يمكن هيك ما بعرف. شوف الإنسان لازم يعترف بفضل العالم عليه توفيق. رح أعطيك مثال عني، تعرف غسان أنت مو؟ هذا غسان ضل بالمستشفى 6 شهور، ذاكرته كلها راحت، نسي كل شيء، كلهم قالوا لي شو عم تعملي، هذا رح يموت يعني، هالبني آدم ما ضل منه غير جسمه. اي بس انا ما رديت ابدا، ضليت واقفه فوق راسه وعم بستنى يفيق، ضليت واقفه جنبه. ياسمين اللي انا بعرفها اكيد بتعمل هيك. ايه بتعرفها، بس ما بتعرف هو لما فاق شو عمل فيني. عمو توفيق بدنا نحتفل اليوم لانه طاب جمال، ما هيك؟ طبعا بدنا نحتفل، انا ما وعدتكم. طيب رح يجي المهرج على الحفله ما؟ رح يجي، اصلا هو عم يجهز حاله هلا. يا سلام، انت احسن دكتور بالعالم عمو. قديش بتحبك هالبنوتة؟ بقسم الاطفال كل ما بيطيب طفل وبده يطلع بنعمل له حفلة صغيرة بالمشفى. شو حلو. بتحبي تجي المساء وتكوني معنا؟ معكم؟ ايه انا عندي بوالين كتيرة بدي انفخهم، وبتساعديني هيك بنستفاد منك. بوالين وننفخهم؟ وهيك القصة دكتور تحسين، يعني بالنهاية هو أنا ما كنت حابة أضحك على لؤي، بس انجبرت أعمل هالشي. عم تفهم علي مو؟ وهلأ بدك تساعدني مو هيك؟ بس اللي عم تطلبين مني شي مو أخلاقي. وشو دخل الأخلاق بهالقصة يا دكتور تحسين؟ مشان الله لا تكبرها للقصة، كل هالسنين والصحبة اللي بيناتنا رح تنساها هيك؟ اسمع، بكرة بس افتح صالون التجميل رح أعطيني بمرت حضرتك وبشرتها طول العمر ببلاش، موافق؟ مرحبا تحسين. تفضل لؤي عود. زينة يا روح. يا عمري أنا جاي لهون من بكرة كتير، ما قدرت تنامي طول الليل من التوتر، ما هيك؟ مو عارفان شلون بدي ريحي. يا الله، حتى بالطب في احتمال كبير ما يقدروا يحلوا مشكلة الورم، يا الله دخيلك. شو هالحكي يا روحي، ما في داعي للخوف أبدا، هاي شوفي انتي بين ايدين الدكتور تحسين، بقى لشو خايفة؟ لو سمحتي خلينا نباشر بفحوصاتنا. جاهزة. يلا يلا يا روحي. رح ضل عم بدعي لك يا زينة. قال لي روحي استني، وصار له ساعة ما إجا،
ليش تأخر كل هالقد؟ والله بلشت خاف عن جد. يا حياتي شبكي، طولي بالك، هلأ بيجي. دكتور تحسين وينك لهلأ؟ والله كنت رح موت من خوفي. بترجاك فهمنا وما تخبي عنا شي لو شو ما كان. العملية بتفيد بوضعي وبخلص من هالمشكلة، شو رأيك؟ كيف بدي أخبركن مالي عرفان، بس حالتك صعبة كتير يا مدام. مو معقول، يعني رح موت؟ العملية ضرورية يعني؟ زينة عن جد معك ورم دماغي، أما بالنسبة للعملية للأسف تأخرنا كتير. شو عم تقول دكتور تحسين؟ يعني ما في داعي للعملية؟ برأيي روحي هلأ وأحكي مع لؤي واتفقوا وقرروا سوا شو بدكم تعملوا. أنت عم تمزح مو هيك؟ لا أنا ما عم أمزح زينة، أنا آسف بس حالتك عن جد كتير متقدمة. لؤي لك عن جد طلع في عندي ورم بدماغي. طلعت عن جد أنا مريضة. خلص حياتي، بترجاك يا تعملي هيك رح نساعدك. يعطيك العافية. لو تشوف المزهريات اللي نقيتهم قديشهم حلوين، أكيد رح يعجبوك. هلأ بتشوف. كأنه صاير معك شي مشكلة؟ اتصلوا الموسيقيين واعتذروا مني وقال ما عدوا يشتغلوا معي. ايه خلص مثل ما بدهم، يعني هن خسروا فرصتهم. بالنتيجة أكيد هن ما رح يقدروا يوصلوا الفن تبعهم لكل الناس. ايه بس يا ترى ليش؟ لشو بده يكون؟ هدول فنانين وبيكونوا ما حبوا هالشغلات، يعني بجوز ما حبوا المحل وما بدهم يشتغلوا بمحل بيتزا، وبجوز المبلغ ما عجبهم. وكمان بجوز فكروا انه نحن ما رح ندفع لهم مصاريهم ابدا. وبجوز كمان مرتي راحت لعندهم وقابلتهم. انت ليش هيك عملتي؟ قولي. يعني هالشهر وضعنا انت بتعرفه. شو ما كان يكون يا شيرو، خلص ما ضل في شيء منقدر نعمله. نحن تأخرنا كتير مشان العملية. لا مو تمثيل، هي الحقيقة والله. بعدين بتصل فيك طبعا إذا ضليت عايشة لبكرة. يا حياتي خلاص، حاش تبكي هلأ. شوفي إذا بدك باخدك عن دكتور تاني ومنشوف شو الوضع. حبيبي لازم نروح، بجوز يكون في خطأ أو أي شيء. عن جد يا ريت يا زيزي، بس أنا سألت الدكتور تحسين عن جد شو وضعك، يعني كيف بدي إليك؟ قال ما في أمل أبداً والله. كنت مخططة أعمل شغلات كتير بحياتي، بس هالشغلات كلها راحت على الفاضي وما رح لحق أعمل شي. الزواج يلي ضحيت بعمري مشانه ما نجح، ما صرت أم. قديش أنا مرة منحوسة يا ربي. خلص يا زينة تفائلي شوي، ما بصير تفقدي الأمل بالله. شبكي مثل ما شفتوا بعينكم بهالحارة أحسن وأرقى بيوت عند السمسارة أمل. وبس تقرروا أنا رح سكنكم بهالحارة، بس خدوا قرارها ماشي. يلا روحي، أنا بنتظر قراركم. ها بخاطري. حبيبتي نيرمين وقفي لوين رايحة؟ أهلين أمل، ليش هيك متلبكة؟ مين متلبكة؟ الحمد لله لاني متلبكة ولا شي، بس حبيبتي وضعك بالبيت ما أنه طبيعي. الله يكون بعونك. شو قصدك تقولي؟ والله يا حبيبتي شايفت لك انه انت مالك حظ بالزواج نهائيا. عن جد انت منحوسه، والله لما سمعت وجعني قلبي. سكري تمك امل ولا تحكي حكي طالع نازل. اذا انا سكرت تمي شو رح يتغير؟ ما انفضح الموضوع. والله الكل عم يحكوا وصاروا بيعرفوا والحمد لله مو ضال لحدا مو سمعان. لك نيرمي، انت مسكتي جوزك مع مرته القديمه بالتخت؟ شو عم تقولي؟ وليه مسكتي؟
عم تخبي عني لك نرمين؟ يعني لو ما شفت الصور بعيوني ما كنت صدقتهم. الله وكيلك بحبك وما بكذبك، بس هالصور بياخذوا العقل. تاريخ الشقرة غصون ما أنا قليلة ضامة جوزك ومتعرفتها فيه. يا نرمين الله أكيد رح يحاسبها، طولي بالك ما في داعي تدفعلي. افتحي الباب بسرعة. يه نرمين، عن جد انتو عالم ما بتستحوا على حالكن أبدا. خير شوفي ومتصورة معه كمان بدون ما تستحي؟ يا قليلة الأدب، عم تورجي الصور للعالم؟ أنا بعمري ما شفت هيك وقاحة. لك في مرة بتطلع صيت على حالة؟ نرمين شو الحكي اللي عم بتقوليه؟ ما بيصير تيجي وتتهمينا، عيب عليك. ليش انتو بتعرفوا العيب؟ انتو لا عم تزوقوا بالحكي ولا بدكم تفهموا وتتركونا، بس انا بعرف شغلي معكم. لا انتي زودتيها كتير، كل الحارة عم تتطلع علينا. شوفي عيب الشغالي على هالمسخرة اللي عم يعملوها. هدي حالك شوي وخلينا نحكي. يلا بنتي سبقينا لجوا. انتو ناس ما بتوقفوا عند حدكم الا بالشرطة، انا الحق علي اللي ما رحت لعندهم. حسان ما بيسترجي يروح على الشرطة يا نرمين، حطي هالشي ببالك. إذا هيك أنا بروح. كأنه عم يقولوا شرطة وما شرطة. والله شكله مو هامة ماشي. ناس ما بتستحي. لك شو هالعالم هاي؟ يا عيب الشوم، شفتيها شفتيها؟ هي الحق قال شو لقطة جوزة مع مرته القديمة. هاي المرة خلاص مشي حالة وصار لازم نتصرف معها. شو هاد؟ أنت لما كنتي مع حسان أنا ما كنت عم بلعب أبداً. والله طلعتي بتخوفي مرت عمي. طبعاً بينخاف مني. شو هاد شو هاد شو كل هالحلا هاد يا روحي؟ والفستان عن جد كتير لابق لك. قلت لي البسي وزبطي حالك وعملت هيك ولبست فستاني اللي جبت لي اياه. طالع حلو علي؟ طالع بجنن عليك يا روحي، بجنن منيح. شو بده يصير هلا؟ لوين بدنا نروح؟ وقفي انا بلبسي. اذا حاطت ببالك تاخدني على شي مطعم بلا ما يكون معجوق. خلص يا روحي، انتي انتي لا تاكلي هم شي ابدا. تفضلي. ارجعوا لورا يا شباب، ارجعوا لورا، عم قلكم ارجعوا لورا شوي اذا بتريدوا. يا جماعه ارجعوا لورا، ما سمعتوا شو عم احكي؟ قلت لكم ارجعوا لورا يعني ارجعوا لورا. يا شباب يا شباب، تعملوا لنا فوضى الله يخليكم. لا تبلشوا تطلعوا اشاعات علينا، نحن رفقات مو اكثر من هيك. لؤي لؤي شو هاد؟ حياتي مو كان حلمك تكوني دائما وحده مشهوره؟ وهي انشهرتي. شو انتو ما بتفهموا يعني؟ ارجعوا لورا. خلصنا يا جماعه، بكفي بقى. شو رايك؟ يلا تفضل. بعد شو شمبانيا جاهزة كمان. أيوة يا أنت بتعرف إنه من الشمبانيا كلها ما بحب غير هذا النوع، مظبوط؟ تفضلي حياة. رح نشرب بصحتك يا حلو، بصحة إنك صرتي مشهورة. عنجد شكراً كتير، دائماً كنت أحلم بهذا الشيء، وقبل ما أموت أنت خليتني أعيش هاي اللحظات. أنا كتير مبسوطة، عنجد شكراً كتير. حياتي تعرفي هلأ لوين بدنا نروح؟ بدي أخدك على أرقى مكان باسطنبول وبيروح عليه كل المشهورين اللي بتحبيهم. منفوت من الباب الأمامي بس بتطلع شو رح نساوي؟ أنتي من شباك تواليت الصغير بدك تدبي حالك وتهربي. لأنه في أسلوب للهرب من الصحفيين، طبعاً صرنا مشهورين هلأ. لكن طالما صرت مشهورة لازم اتحمل النتيجة، ما أنا سهلة تكون مشهورة. يلا تحرك لشوف. صحتك.
حسن، عم قلك تعا بسرعة على البيت وإلا رح دق للشرطة. حبيبتي هلأ عندي مريض ومو قدران اتركه، صدقيني بوعدك بس خلص شغلي بيجي. طولي بالك ولا تعملي شي ماشي؟ مشان الله تعا بسرعة، ما عاد فيني اتحمل أكتر. حاضر حاضر. حسن مرحبا، أنا غصون. إذا بتريدي قبل ما تعيطي وتصرخي اسمعيني منيح، اوعك تسكري. أنت شو بدك لسه؟ بدي إياكي بموضوع مهم كتير ولازم نلتقى. أنا قاعدة بآخر الحارة، مرت عمي مانا معي هلأ، لو سمحتي تعالي. بس بسرعة. طيب جاي فورا، اتفقنا. عن جد شكراً كتير، دائماً كنت أحلم بهذا الشيء، وقبل ما أموت أنت خليتني أعيش هاي اللحظات. أنا كتير مبسوطة، عن جد شكراً كتير. حياتي تعرفي هلأ لوين بدنا نروح؟ بدي أخذك على أرقى مكان باسطنبول وبيروح عليه كل المشهورين اللي بتحبيهم. منفوت من الباب الأمامي بس بتطلع شو رح نساوي؟ أنت من شباك تواليت الصغير بدك تدبي حالك وتهربي، لأنه في أسلوب للهرب من الصحفيين. طبعاً صرنا مشهورين هلأ لك. طالما صرت مشهورة لازم اتحمل النتيجة، ما أنا سهل تكون مشهورة. يلا تحرك لشوف. صحتي. حسن عم قلك تعا بسرعة على البيت وإلا رح دق للشرطة. حبيبتي هلأ عندي مريض ومو قدران اتركه، صدقيني بوعدك بس خلص شغلي بيجي. طولي بالك ولا تعملي شي ماشي؟ مشان الله تعا بسرعة، ما عاد فيني اتحمل أكتر. حاضر حاضر. حسن مرحبا، أنا غصون. إذا بتريدي قبل ما تعيطي وتصرخي اسمعيني منيح، اوعك تسكري. أنت شو بدك لسه؟ بدي إياكي بموضوع مهم كتير ولازم نلتقى. أنا قاعدة بآخر الحارة، مرت عمي مانا معي هلأ، لو سمحتي تعالي. بس بسرعة. طيب جاي فورا، اتفقنا. جبت لك موز وشوية بردقان لأنك بتحبه. شو انبسطتي هلأ؟ صار اللي بدك يا، ما عاد فيه بالمطعم موسيقى. حبيبي أنا ماني ضد الموسيقى بالمحل، بس أنا كان اعتراضي على أنه يكون بمحل البيتزا تبعنا فرقة موسيقى جاز. أنت مو بس معترضة، بصراحة أنت مشان يصير اللي بدك يا دخلتي بالموضوع. يعني لأنه مقتنعة أنه فكرتي صح دخلت بالقصة، وأكيد هذا الشيء من حقي. وانت معك حق، يعني كان لازم اخذ رايك وحاول اقنعك بالموضوع اكثر. بعتذر منك. مزبوط رفيف، كان لازم بالاول تقنعيني اذا كنتي مهتمه فيني طبعا، واذا كنتي عامله ايميل لرايي، واذا كنتي واثقه انه جوزك بيعرف يتصرف. من وين جبتي هذا هلا؟ نزلته من فوق الخزانة اللي بغرفتنا. مو كان بدك تسمع موسيقى؟ تفضل، هاي آلة موسيقية. لك لا رفيف، خدي رجعي مكانه، مو زابطة. ليش؟ لك يا حياتي، كم سنة أنا صار لي ما عزفت على الجيتار؟ بس أنا حابة أسمعك اليوم، لا تخجلني عمار. أنا كتير واثقة بموهبتك، وبعرف إنك ما رح تكسر بخاطري. وبعرف كمان إنه من زمان كان صوتك وعزفك بياخدوا العقل، بس ما كنت قلك. يعني أول شغلة عجبتني فيك هي صوتك وعزفك. هي أنا وقتها كنت شاب يا حياتي، يعني هلأ بصراحة ما بعرف إذا عزفي وصوتي لساتهم حلوين. ليش؟ الصبح بالحمام كنت عم بتغني حلو كتير. حياتي أنا نسيت العزف، والله نسيته وما بدي أتذكره. خلاص خدي رجعي. اتدرب مرتين ثلاثة ورح تتذكر كل شي، وبعدين مو مشان المطعم، عزف كرمالي. يعني حاول تهديني شي خاص. يا الله. صدوا هدول، ما بيمشي حالهم، صار لازمهم تغيير. كتير تعبانين. طيب ماشي، إذا هيك شجعيني لشوف. طيب.
يلا يلا غني عمار. لحظة لحظة بس شوي. أيوة نغني كيف؟ هي طيب بندسي جيلري سمايان أوديلي سيردالاردان كسكن جلرده رسلان مايان بيلو رياضاردان كولاي كولاي تشن مايان دولو دزجن دويغلاردان يالانلاردان دولانلاردان daha güçlü bir yürek var. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. Oradaki sevgililer özlenip birer birer güne vur erişirler ikimize. Haydi gel benimle ol, oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki resmimize. يمكن المرض أثر علي، حاسة رأسي رح ينفجر. خليني ارتاح شوي، بس بدي ارتاح ونام. طيب تسطحي وارتاحي هلا وأنا بدي روح. وقف، لا تروح، في كتير شغلات أنا لازم قلك عليهم. تعال اقعد. شكرا كتير لإلك يا لؤي، بتشكرك من قلبي. انت اليوم عيشتني ليلة بتاخد العقل. معلش بس اطلب منك شغلة تانية. طبعا يا روحي لك، اتمني اطلبي اللي بدك اياه وبيحضر. انا بكرة بس موت، لا تبيع هالبيت مفهوم؟ يا حياتي اصلا البيت ما نو الي، هذا اليك. هالبيت من حقك، قبل ما موت بدي اكتبه باسمك ورح تتزوج مرة تانية هون. بلا هالحكي الفاضي، خلصنا بقى. بترجاك اسمعني، بجوز ما يكون عندي وقت احكي بهالشغلات مرة تانية. لاقي وحدة تحبك لؤي، وانت كمان لازم تحبها. ما تزعلها ماشي، وجيب ولاد حلوين. لا تحكي هيك زينة لو سمحتي. لا عن جد، بدي الولاد يعبوا هذا البيت، بكفيني بس تتذكرني وتزور قبري. خلصنا يا روحي، ضروري هلا تخليني ابكي يعني. زينة ما في لا مرض ولا شيء، يعني انا لما عرفت انك عم تلعبي علي قلت كمان خليني العب عليها. شو هالقصة؟ كيف؟ أنا ما طلعت مريضة؟ وما بدي موت؟ يعني ما في هيك شي يا روحي، أنتي رح تدفنينا كلنا شكلك. أنت كنت عم تلعب علي؟ وأنتي اللي بلشتي أول شيها. أنا بدي موتك. وقفي، شو صار لك؟ بدي موتك. زينة وقفي، بالأول طلعي على هاد، وبعد ما تشوفي فيكي تضربيني وعملي اللي بدك اياه، وما رح احكي شي. مو بدك تفتحي مركز تجميل؟ شو ما بدك اعملي روحي، بس انا ببلاش بدي اشي. ها، ما رح ادفع لك ولا قرش، خلي عندك علم. لؤي لؤي، انا شو بدي اعمل فيك هلا؟ حبيبتي
ماشي. طيب بتعرف عمار امتى ممكن يرجع؟ ماشي، شكرا كثير لك. ياسمين، أنا اللي طلبت التاكسي، بس إذا بتطلع يعني بوصلك وين ما بدك. مو صح، أنا اللي طلبت التاكسي هاد. ياسمين، أنا طلبته. أنت مو عندك سيارة؟ ليش ما بتروح بسيارتك؟ هلأ مين منكم رح يركب؟ معلم، جاية لهون شي تاكسي تاني؟ والله لما وحدة اتصلت بعدك وطلبتها على نفس الحارة فكرناها مرتك. شو هالحكي هاد؟ مرت مين؟ أنا مالي علاقة فيه. ماشي، مثل ما انك شايفة انا اللي طلبته، بس اذا بدك بوصلك بطريقي، بس عجلي يلا. لا لا لا، لا تواخذني، انا اللي مستعجلة. ياسمين عم اقول لك عندي شغلة ضرورية، بدك وصلك؟ لازم تهربي منه وتطنشي وما تعطيه وش ابدا، وبتشوفي كيف رح يلحقك. انا بدي اشوفه لتوفيق. هذا اللي شفته امبارح المساء مو متذكره؟ قال لي انه دولابه طق تبع البسكليت. والله شوف هذا الاثبات، بدنا ننفخ البسكليت. اتركوا للتاكسي تبعي، سكر الباب، سكروا. خليني اطلب لك شاي. لا ما بدي، احكي كل شي عندك وخلصي فورا. شوفي، أنا بعرف إنه ما رح تصدقيني، بس عن جد أنا ندمانة. مين رح يصدق إنه تغيرتي فجأة وبعد كل هالشغلات اللي عملتيها فينا؟ بعرف شو ما حكيتي معك حق، بس لازم تصدقي إني مظلومة مثلك. وقت كنت مع حسان هيك عملت معي كمان. هذا حكي فاضي يا غصون، نسيلي حسان وشيلي كله على جنب. طيب ولينا، أنتي اللي قتلتيها وأنا بعرف، شفت سنانة ببيتك. لا بشو بدي احلف لك يا نرمين؟ لينا انا ما قتلتها ومالي علاقه بلوب. بعدين هدول الاسنان اضحك تقولي لي مو حقيقيين، لانه حسان مشان يحميكي كذب بالموضوع. حسان هيك عم يقول؟ بلا طول سيره، احكي اللي عندك لاني ماني فاضيه. شوفي، انا مثلك تماما هيك تعلقت بحسان، وكانت علاقتنا كتير منيحه لوقت ما فاتت لينا على حياتنا. وليش عم تحكي لي هالشغلات؟ عم احكي مشان نبهك، لانه ممكن يقتلك. صدقيني لو انا ما هربت كان رح يقتلني مثل ما قتل لينا. اليوم انا وبكره انت. شو هالحكي الفاضي نرمين؟ قبل ما حسان يقتلك هربي وانفدي بحالك. معك حق، ممكن اكون غبيه لاني اجيت لهون وسمعت وحده مثلك، بس ماني غبيه كل هالقد لصدق هالشغلات. مرت عمي طلعت ومشي الحال، وانا عم بستناها على احر من الجمر. خلصنا، منيح اللي جبت هاي معي، بلاها كنا تعبنا كتير معي. ايه والله معك حق، كان قطع نفسنا بلاها. ايه عن جد مزبوط. ما كان لازم تنفخيها كتير. عمو توفيق، نحن بنقدر نفوت قبل ما تبلش الحفلة؟ تقدروا تفوتوا، رح نبلش فورا. يلا روحي خبريهم لرفقاتك. يلا وين المهرج؟ والمهرج أنا رح خبره كمان، هو هلأ تحت عم يجهز حاله. يلا ركدي، خليني انزل خبره مشان يجيب الهدايا. ماشي، وأنا رح أغسل إيدي. بكير على التغسيل، انفخي لك كم بالون زيادة. اي بنفخهم على عيني. شو حلو.
شكرا شكرا توفيق. يلا يا اولاد خدوا كل واحد بالون، بدي اعلمكم لعبه كتير جديده. هلا انت يلي طلعت المهرج تبعهم؟ خليها بيناتنا، انا بشتغل مهرج بقسم الاطفال هون بالمشفى. والله وطلعت بتعرف تعمل شغلات كتير، عم تشتغل مهرج وكمان عم تشتغل دكتور، شو في كمان غيره؟ شو بدي اعمل ياسمين؟ ما في طريقه تانية لخلي هالولاد تضحك، لانه الضحك بيفيدهم اكثر من كل الادويه اللي بياخدوها. قديشك شخص منيح انت توفيق. يلا شاركينا انت كمان. يلا يا اولاد انا بدي اعرفكم على رفيقتي الحلوه. هلا بهالحياه كل واحد منا عم يطلب شغله. ياسمين كانت معي بالمدرسه. في ناس بدها الصحه والعافيه، وفي ناس بدها المال، وفي ناس ما بدها غير سعاده عيلتها، وفي ناس عم يلاحقوا الماضي اللي ضايع منه. مساء الخير يا أهلي. شو اللي أخرك علي يا حلو؟ ما كان بهمه أبداً يعرف شو مخبى ورا هالباب، كل همه بس إنه يتذكر. بهالحياة كل شخص عنده أمنية وبيحب إنها تتحقق، وفي أشخاص ببساطة ما بدهم غير يرتاحوا. بس الواحد قد ما حاول وعمل جهده إنه يرتاح، للأسف مشاكل الدنيا ما رح تتركه ورح تضل عم بتلاحقه. بنتي اسمعي منيح، اوعك تاخدي برد هونيك. ماشي ماشي ماما. انتي بتعرفيها لمرت عمك هي مرة بخيلة كتير، اذا ما شافت التلج عم يدلف دلف ما بتشغل الشوفاج. الشوفاج عندهم بالبيت مثل الشوفاج تبعنا بنتي. ايه بتعرفي كيف بتشغلي؟ طلعي على البلكون بتلاقي هونيك محل تشغيل الشوفاج تبعهم، انا شايفته، تفتحي على الاخير وعملي حالك ما دخلك، المهم تدفي، مفهوم؟ هي بتستاهل. حاضر ماما. ليكي اختي كتبك. ماما شو نسياني اني رايحة احضر عرس؟ كيف بدك يعني ادرس؟ درسي تاريخ وانتي بالسيارة، ولا قلك درسي جغرافيا احسن لك، وطلعي حواليكي بتشوفي الطبيعة كلها اصلا دراسة مشان تسهل عليكي، يعني لازم تشوفي مناظر حلوة وتكوني مرتاحة. ماشي بنتي. حاضر. انا ما عم بتدخل عم حاول ساعدك. ها شوفي خليني احكي مع ابوكي كلمتين، يعني مشان يسوق مثل الخلق بلا ما تنضرب وتقلبوا على وشكم. ما بدي فوت لجوا. ديما لا تقربي، رجعي لورا. حاضر ماما. ديما تعالي شوفي بنتي على مين رح اعرفك. تعالي روحي روحي لجوا، فوتي بسرعه. خير ياسمين؟ مين هاي؟ مين هاي المره اللي معك؟ جنتي شوفي. وعم تسالني شوفي كمان؟ شوف اذا ما نزلت هاي المره من السياره بنتي ما بتطلع معك ابدا. ياسمين بلا حكي فاضي. ما دخلني. ديري وشك ديري وشك ديري وشك، لا تطلعي. ماشي. صاير مشكله معكم؟ المشكله بوجودك هون. تعالي انت تعال هون. خير شو بدك؟ ولك ما بتخجل تجيبها لهون؟ ما بتخجل بعرس قرايبينك تاخذ بنتك مع هي المرة؟ شو انت مجنون؟ ليكي انا مو ناقصني جنانك ياسمين. ديما فوتي لجوا. ديما وقفي. فوتي. ديما ديما تعي بدي فهمك شغله.
شو بدك تفهمها للبنت؟ اه شو بدك تفهمها؟ احكي عم بسمعك. انت بدك تبهدل بنتي قدام العالم كله يعني؟ انا فكرتك عم تبالغ لما حكيت عنها، بس والله طلع معك حق. شو عم تعملي ياسمين؟ يقطع عمرك انت وهالعاده، بدك تضل تحكي علي قدام الناس؟ فهمي من يومك واحد وسع ياسمين. شو انت؟ لا تروحي ديما، وقفي استني. هاي المره اللي عم تحكي عليها هي ما انا لا حبيبتي ولا شيء، تمام؟ لكن مين هاي المره؟ بالله فهمني لشوف مين هاي. انا مرته لكينان. اه صار لي ساعه عم حاول احكي لك بس ما في مجال، ما سكتتي اصلا. انت على طول بتعملي هيك بسيطه. طالما انتو تعرفتوا انا بعد اذنك يعني بدي اشرح لبنتي الموضوع. ليه ما حبيبتي؟ ما قلنا لحدا انه تجوزنا انا وكينان، وبعد هيك رحنا قضينا شهر عسل كتير حلو. شوفي لا تكذبي علي، انتي من وين ومن ايمتى بتعرفي لهذا الزلمه وكيف بهي السرعه تجوزتوا؟ والله نحنا كمان استغربنا، بس بتعرفي قديش نسبتهم؟ قديش كانوا 70%، على حسب معرفتي 70% منهم هيك بيتجوزوا. اعطيني دفتر الزواج. هاتي طالعي. بصراحه انا بعرف ليش انتي عم تعملي هيك، لانه اكيد هلا قلبك عم يغلي وغيران ومدري. وهلا شرحت لها لبنتي الموضوع واعتذرت منها كمان وسامحتني، ما هيك حبيبتي؟ معناتها هلا صار فينا نسافر. يلا بنتي يلا امشي. لا لا ديما لا، تعي لا تروحي، لا تروحي بلالك هروحي. امي لا تروحي حبيبتي بلالك يا بنتي. لحظه امي خليني اروح معهم، بكره ارسل لبنت عمي وانا بدي اروح بترجاكي لو سمحتي. ماشي روحي، بس اسمعي انت عندك امك بتعرفي هالشي ما؟ وانت مالك يتيمه مفهوم؟ بنتي ما بتركك بين ايديها لو شو ما صار. إذا هدون بلشوا يعملوا معك شغلات غلط اتصلي فيني، والله العظيم بقتلك ياهن هن الاثنين، بدبحهم دبح. ماشي ماما خلص بودك اني اتصل فيكي. ديما يلا خلصينا. جاية بابا. شوفي امي انتي اوعك تطلعي من البيت بدون ما تاخذي مفتاح ماشي؟ وانا تاركة مع خالي نرمي النسخة. ماشي ديما. جاية بابا لحظة، وكمان اطلعي على الفرن منيح وتأكدي انه مطفي. ماشي تأكدي. ديما دفي حالك مثل ما وصيت، وانا رح اشتقلك كمان. يا عمري لا تنسي تدرسي مثل ما وصيتك. خلص ماما هلا بالسياره بدرس شوي مثل ما اتفقنا. لا تاكلي همي. ماشي ليكي بنتي، حتى لو قعدتي ورا حطي حزام الامان. حاضر ماما. وبهالوقت حتى ابوكي لا توثقي فيه. لا انا ما بوثق بحدا. برافو مراد. ابني حاجة ناديلي ابني، انا ماني ابنها. متعود هيك قلك، بعدين انا اللي ربيتك كل هالعمر بقى اسمعني. انا بعرف شو مشكلتك، بدك مصاري بس ما رح ساعدك. مراد اسمع، انا رح يخلو سبيلي وما عاد بدي مصاري منك، وهذا الكلام اكيد. بكره بدي اطلع من هون وحابب شوفك يا مراد. انا ماني حابب شوفك. لا بقد لي. انا بعرف كتير منيح مين اللي عم يحرضك علي، بس اطلع بوجهي والله لا يندم على اللي عم يعمله. يسلموا ايديك. وينو السلم؟ اذا مخبي رح لاقيه، بقى طلعه احسن لك. شو عم تقول كرم؟ اي سلم وليش بدي خبيه؟ كرم شو القصه فهمني. انت عم تكذب علي، وامي بتعرف بالقصه وشافته المسا، بقى اذا مخبي طلعه فورا. لا اله الا الله، وين بده يكون راح؟ اكيد ريهام بتكون فوتته لجوا. كرم الله يخليك اهدى شوي. ريهام ريهام شو امتى اجيتوا؟ بنتي في سلم كان على البلكون وما حدا قرب عليه، انت اللي شلتي؟ مو انا. عم قلك انه هو اللي خبى. مو انتم امبارح تخانقتوا وقلتي بدك تروحي على الشرطه، وهو خاف وعمل كل هالقصص فيكي، ليش ما عم تصدقي؟ كرم امبارح حكينا عن هالشغلات ما هيك؟ حميد ربك انك اجيت بوقت كنت انا هديان فيه، لانك لهلا ما بتعرف جنان كرم. ايه مرحبا كرم. شبك حبيبي مبين عليك زعلان، شو الموضوع؟ بالليل نقلنا امي على المشفى، وقعت على البلكون ومنيح ما قلبت لبرا. لا شو عم تقول ابني؟ انت ما بتعرفي؟ لا والله ما سمعت شي بنوب. هلا هي بالبيت؟ انا متأكدة هنن يلي ورا هالقصة. حياتي هي الحادثة صارت بالصدفة. فهمني كيف ممكن تجي كل هالصدف مع بعضها حسان؟
والله ما بعرف، بس هنن ما بيسترجوا يعملوا هيك حركات معنا. بس انت شفت بعينك كيف عملوها، وبعدين هذا الكيس شو جابوا على البلكون؟ وانا متأكدة انه جوات هالكيس كان في سنان، وهي السلم اليوم مانو موجود، والكيس كمان مانو موجود، كله اختفى. حسان، حسان قدروا يفوتوا لجوات بيتنا. انا بفتح ماما. يا روحي امك وينها؟ ليك يا لك حطيهم جوا. نرمين، ياسمين حبيبتي، يا روحي ياسمين حبيبتي، شفت كرم برا هلا وهو اللي قال لي. حياتي انا عندي شغل كتير برا وصار لازم اطلع. ماشي يا روحي، الله معك. انت منيحه؟ طمنيني عنك. يا روحي انا منيحه وهلا صرت احسن. كيف صار معك هيك احكي؟ وانت عم تنشري الغسيل كتير، مديتي حالك هيك يعني؟ سلامة قلبك، يا الله شو خفت عليكي. يا الله شو خفت عليكي. مرحبا حبيبتي، خفت كتير. نرمين شوفي يوم احلى لما سمعت انه رفيقتها تعبانه نسيت كل شيء واجت مشان تطمن عليها. وقت المصايب بينتسى الزعل. يسلموا ايديكي حبيبتي. اهلا وسهلا. سلامتك يا روحي. الله يسلمك. كانت رح تروح يا حياتي. اهلين وسهلين. الحمد لله على سلامتك. في شيء عم يوجعك نرمين؟ لا. كيف صارت هالشغله فهمونا؟ مرت عمي، برأيك خطتنا رح يمشي حالة؟ انت لا تاكلي هم، انا فكرت منيح وحسبت حساب كل شي ممكن يصير، وحسان اكيد رح يرجع لعنا برجليه. وكمان بكرة لما يصير عنا ولد كل شي رح يصير احسن من قبل، ومنرجع مثل اول كلياتنا مع بعض. انا وعدت لامك يا غصون، وما رح خلي هالبيت يخرب طول ما انا عايشة. ايه والله هذا اللي صار معي، يعني هيك فجأة زحطت رجلي وقعت من السلم. تفضلي. يسلموا حبيبتي. الحمد لله على سلامتك. طيب السلم كان مكسور ولا انتي الحق عليك استعجلتي وانتي طالعة؟ يسلموا حبيبتي. راسي فتل فجأة وحسيت ماني متوازنة، بجوز نزل ضغطي بهالوقت. منيح اللي الله تلطف فيكي وحماكي. الله لا يقدر، بس كانت وقعت وانكسرت رقبتها. أبشع من الموت هي القصة. ليكي في واحدة رفيقتي أنت بتعرفيها ياسمين، أنا وقعت وانضرب راسي وغميت، والحمد لله حسان وكرم لحقوني وأخذوني على المشفى فورا، الله ستر. نرمين أنا ندمانة كتير لأني اتهمته لحسان بصراحة، هلأ مالي عارفانة كيف بدي أعتذر منك أنت وياك. ياسمين حبيبتي أنا كمان كتير غلطت معك، لا تواخذيني. والله لما طلع التقرير بوشي ما عرفت شو بدي ساوي، كنت مفكرته مجنون بس طلعت أنا المجنونة. خلاص واحد كان شب وفات وطلع، شو فيها هي يعني؟ بعدين لما كنا شباب شو اللي ما عملناه نحنا؟ كل الرجال بتجيهم فترات من عمرهم بيكونوا فيها طايشين. ياسمين حبيبتي كأنه هالشغلة صار لزمان ومرقت مو؟ طبعا شو صار طبعا بتصير مع أي حدا فيها. أكيد صار لزمان، يعني قصة ومرقت خلاص. ياسمين أنا خجلانة من اللي عملته فيكي، وكتير لمتك وندماني، بس أنا كمان قلبي حاسسني أنه غسان رح يطلع بريء من هالقصة وتذكري كلامي مع الوقت. إن شاء الله. أنا كمان بعتذر منك، هلأ خلاص تصافينا. لازم يغار عليكي وانتي لازم تتهربي منه، وبتشوفي كيف رح يلحقك. قال هو بكرة بده يلحقك ولازم تهربي منه، شلون فاتت كل هالقصص براسي؟ غسان مرحبا. أهلين. بصراحة بدي أحكي معك موضوع، بتتذكر لما أجيت لعندي على البيت المساء؟ أنا كتير زودت عليك وهالشي مو قاصدته، بس رح أشرح لك كل شي. مو مهم، بالأول خليني أنا أشرح لك ليش أجيت. بصراحة أجيت مشان أعتذر منك، لأنه عرفت أنه مراد دفع مصاري المحامي. شو؟ مصاري المحامي كنان دفعهم، مراد ما دخله. يمكن السيد كنان هو اللي وكل محامي، بس مراد هو اللي دفع. وبهالقصة كنان كان عم يستغلك بالموضوع، وهذا اللي بدي اشرحه. ما دفع المصاري؟ لا هالمرة انا اكيد ما رح اسكت له لهذا الحقير. طول بالك ياسمين، روقي شوي، فكري وبلا ما تتصلي وخلي هالموضوع يتسكر. انا ما رح ضايقه، بس بدي احكي معه كلمتين وسكر لك. خلاص علينا. شوف شو صار. شو هذا الصوت؟ شو؟ ياسمين انت طوصتي. مين طوص؟ انت اهدي. انا؟ دم ياسمين. تاكسي، نادوا لتاكسي بسرعة. يعني مين اللي بده يقوصني؟
مين وليش بده يقوصني؟ ياسمين خلص اهدي شوي. شوفي هلأ انتي منيحة ورصاصة بس جرحتك. لك أنا مرة عايشة بحالي، صدقني ما عندي مشاكل. بعمري ما ضايقت حدا ولا أزيت بني آدم، بقى مين اللي بده يعملها؟ ايه بجوز مو انتي المقصودة، يمكن كانت الرصاصة إلي. قالك انت؟ ليه؟ يمكن جريمة قتل لينا إلى علاقة باللي صار اليوم. لا مستحيل. لا لا، يعني قصدك جوزة لنرمين حسان؟ لا، إذا فكرنا أنه هو عمل الزلمة بشغله ملتهي. أنا أول شي فكرت فيه وصرت لاحقه زيادة، بس مو هو، مع أنه كان له علاقة بلينا وضلوا مع بعض فترة منيحة. مين؟ حسان. هو كان يحبها للينا وضلوا فترة منيحة مع بعضهم. حسان كان يحبها للينا؟ شو هالحكي؟ طبعا. شوف غسان، أنت ما كان لك علاقة بلينا، شيل هالقصة من بالك ماشي؟ لا أنا كنت بعرفها، أنا تذكرت للينا ورايح عبيتها كمان. بالله كيف ما عم تتذكرني؟ لألي وللينا تذكرتها فورا. انت رحت على بيتها يعني؟ ايمتى؟ ياسمين طمنيني، ان شاء الله انت منيحة هلا. ايه ايه ماشي الحال، منيحة. انا خليني روح بعدين بشوفك. الحمد لله على السلامة. يسلموا. مين يلي قوصك وليش؟ والله ما بعرف، أنا بعمري ما أزيت حدا ومالي مشاكل بنوب. ياسمين زيزي خير شو صار لك؟ ما بعرف والله، مالي فهمانة. الحمد لله على سلامتك. خير شو صاير؟ تعرفوا يا بنات أنا بعمري ما أزيت حدا، بس في واحد بده يقتلني وأنا مالي عارفانة شو عملت له. صار لازم تذبحي خروف وتوزعي. رفيف أنتي بتعرفيني، أنا كل ما بشوف شحات بالشارع بساعده وبعطيه شوية مصاري بإيده، دايما بساعد العالم. كيف صار معي هيك؟ والله ما عم بفهم. هاي نرمين عم بتدق. ايه حبيبتي. ايه نحنا جنبها لياسمين. سلميلي عليها. منيحة منيحة. إذا بتقدر تحكي أعطيها التليفون، خليني اسمع صوتها واطمن. بدها تحكي معك، مشغول بال عليكي. تفضلي. ألو نرمين. آخ لهلأ ما عرفت شو القصة يا رفيقتي، كنا واقفين أنا وغسان بالشارع عم نحكي، بوم طلع صوت مسدس. غسان شبك شو صار لك؟ فهمني. أنت اللي فهمني. اليوم الصبح مو أنت اللي بعتت حدا ليقتلني؟ أنت شو عم تحكي؟ ليش لحتى حاول أقتلك؟ بسبب لينا حبيبتك القديمة، بجوز كان إلها علاقة فيني وأنت بسببها بلشت تعاديني. بلا هالحكي الفاضي هلأ، ناقصني عداوات لحتى عاديك؟ احكي لشوف شو بتعرف. كل اللي بعرفه انه انت الوحيد ورا الجريمة اللي صارت، وبقلب صندوق العدة تبعك لقوا اداة الجريمة، وكمان كان على ايد المرة رقم تليفونك. هاي الشغلات الكل بيعرفها. انا قصدي اسألك اذا في شي تاني مخبي عني، لانه اذا مخبي شي ما راح اتركك. ياسمين لون وشك مو عاجبني منوب. أنا عم أتذكر لينا ورايح على بيتها. لا حبيبتي ما فيني شي، أنا منيحة. شو رأيك وحدة منا تضل معك؟ أنتوا روحوا على بيوتكم يلا. صدقيني كنت بتمنى ضل معك، بس اليوم أول يوم بشغلي، لا تواخذيني. حبيبتي لا تاكلوا همي بنوب، خلاص شوفوا توفيق موجود. إيه ما في داعي تخافوا، أنا بأيام مع هون. إذا هيك نحن رح نمشي. إيه رح نروح. ماشي يا بنات اسمعوني شوي، مشان ديما اليوم سافرت عند عرس وما بتعرف شو صاير معي وإني تقوصت. أصحكن ما بدي حدا يخبرها بلا ما ينشغل بالها. ماشي ماشي خلص، أنت لا تاكليها كتير منيح. ماشي أنا وقت اللي بدك. يعطيك العافية. الله ما بدي وصيك، انتبه عليها. حياتي اجوا مشان ياخذوا الكراسي، وقبل كمان انه يرجع لي المصاري كلياتهم. ايه لازم يرجعهم، شوفت عينك ما قعدنا عليهم يوم واحد بلشوا يطقطقوا. ايه غير محل ما كان رضي يرجعهم ابدا. المهم هلا انتي حكيتي مع محل مشان الكراسي الجداد ما هيك؟ ايه حكيت، وبكره رح يكونوا عنا. ايه الله يخلي لي اياكي حبيبتي.
عفوا معلش تاخذ هذا كمان. حياتي ياسمين كيف؟ والله يا عمر ياسمين منيحه بس مستغربه القصه اللي صارت معها، يعني كيف بيجي واحد على الحاره ومعه سلاح بعز الظهر وبأول والله معك حق تستغربي. انا كثير متحمسه لانه رح نبلش. عنايات اتصلت فيني وقال استنوا شي اسبوع لانه بدها دهن المحل. ما بقى فيني استنى ساعه زياده، طلع هالمفاتيح يلا هاتون بسرعه. هاتون يلا. منيح انك تارك معك مفاتيح المحل. وهلا رح نفوت. يلا بسم الله. شو بدي اقول لك، فوت برجلك اليمين. ايه يا الله شو هاد؟ لا مو معقول شيرو. مشان شو بدهم يدهنوا المحل؟ حياتي الحيطان كتير نضاف وبينشغل فيه فورا، والله كله نظيف ومرتب. ايه بياخذ لعقل. يا لطيف لعقلي. يا لطيف. اي عمار حياتي لقيت الغنية اللي رح غنيها بالافتتاح، بدها شوية تدريب ورح تطلع بتجنن. رفيف ماني مصدق اني رح ابلش. عمر لا تتوتر ابدا لانه بجوز نحن ما نبلش. كيف يعني؟ كروت الدعوة انا شفتهم. كروت الدعوة خالصين؟ هداك الاسبوع بعتنا 100 وهذا الاسبوع كمان وزعنا 100 كرت باليد، واذا اجا نص المعزومين رح يكون المحل كله صار كومبلي. ما هيك؟ بكره عند الافتتاح ما رح يكون في حدا هون عمر. كيف يعني؟ رح افهمك، لانه تاريخ الافتتاح المكتوب على كروت الدعوه ما له تاريخ بكره عمر. كيف يعني؟ انت قبل ما تطبع كروت الدعوه ما بعثت لك المطبعه مسطره لتشوفها؟ بلا بعتولي. ايه ايه وقت وصلت انا طبعا فحصتها منيح بس ما شفت غير الالوان وشكل الكتابه مو اكثر. والتاريخ؟ برافو عليك، نسيت تشوف اهم شغله. يعني نحن هلا لازم نأجل الافتتاح؟ لا ما بنقدر نأجله لأنه نحن إذا ما افتتحنا هلا كل يوم رح نخسر أكثر. طيب شو لازم نعمل رفيف؟ شو نعمل؟ أنت خليك عم تتدرب على الغنية تبعك وأنا مثل العادة رح صلح وراك حبيبي.